صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. صباح يوم جديد ولكنه يوم مش زي أي يوم. النهاردة اليوم الموعود، اليوم الفارق، اليوم اللي لو إن شاء الله بإذن الرحمن ختمناه على خير، لا احنا كده بقينا في حتة تانية خالص، وهنوصل للمرة الأولى في تاريخ النادي الأهلي لنهائي كأس العالم للأندية. صباح الفل عليكم وأهلا بكم بداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل عليك يا نهاوند. صباح الهنا وصباح إن شاء الله جميل على النادي الأهلي وصباح النصر بإذن الله. يا رب. ويا رب نيجي فعلا بكرة نقول صباح النصر عن استحقاق، لأن احنا اتعودنا بقى على كده خلاص، وكل ما الأهلي بيتألق أكتر كل لما سقف الطموح بتاعنا بيحلى بيعلى أكتر. وخلينا أقول برضو اللعب يعني مؤخرا خلاك يبقى عندك برضو لخبطه شويه، يعني مباريات بتلعب كويس جدا، مباريات بعدين يبقى في يعني تذبذب في الاداء، وبعد كده يبقى في استقرار في بعض الاحيان. ده من بدايه الموسم انا بتكلم، بس اللي حصل في المباراه الاخيره خلى سقف الطموح بجد يعلى بشكل كبير جدا طبعاً. ويخليك تنسى اللي فات، سواء الاداء اللي مش افضل شيء او بعض اللعيبه اللي كانتش في اهم او خلينا نقول اعلى تركيز ليها. فبجد المباراه المره اللي فاتت او الاخيره مع اتحاد جده خلاك تنسى كل اللي فات وتبدا من جديد وسقف الطموح يعلى طبعا. فان شاء الله هنتكلم في كل التفاصيل النهارده عن مباراه اليوم، لكن الامل موجود، وعلى فكره الامل عالي باذن الله، فرصتنا كبيره جدا. هنتكلم عن كل ما يتعلق بالمنافس النهارده فنيا ونقاط القوه ونقاط الضعف واللعيبه والقيمه التسويقيه والتاريخ بتاعهم لغه الارقام، كل حاجه ان شاء الله هنغطيها مع حضراتكم النهارده. لكن باختصار نقدر نقول لا، في فرصه كبيره جدا يا كريم، فباذن الله يقدر النادي الاهلي يفرحنا كالعاده باذن الله. على ذكر القيمه التسويقيه اللي انت بتتكلمي عنها اليومين اللي فاتوا، يعني امبارح تحديدا وبشكل مكثف كتير جدا من يعني البرامج الرياضيه ولا سيما السعوديه منها واقفه عند التفصيله دي، بيقول لك ازاي احنا فريق الاتحاد جده كقيمه تسويقيه احنا اربع اضعاف القيمه التسويقيه للعيبه النادي الاهلي. يعني هنقول هم ده على حسب هم صرحوا قالوا اربعه، فاهم ازاي؟ عايز اقول لك النقطه دي عامله حاله غليان هناك طبعا، وفي كتير من الناس ابتدوا بقى ايه يعيدوا ترتيب اوراقهم ويعيدوا حساباتهم ويغيروا من كواليتي كلامهم اللي كانوا بيقولوا في الفتره الاخيره. وفكره تدخل راس المال برضو مش دايما، تحديدا لو هنتكلم في كره القدم مش دايما مقياس ابدا لنجاح المنظومه، دي نقطه مهمه جدا. والغرض كان الاساسي اصلا من فكره ان اتحاد جده يلجا لصفقات بهذه الارقام كان ان انت تعمل فارق في كاس العالم للانديه تحديدا طبعا. يعني ده كان الهدف. حتى الجماهير بعد المباراه يعني لحد امبارح بصراحه الناس عندها غضب شديد، وحقهم بصراحه حقهم يعني هم يزعلوا، برضو خسروا خساره مش قوي او كبيره قدام النادي الاهلي، بس المهم فلا قال لك طب واحنا الملايين اللي صرفناها دي، وقعدوا يتكلموا ايه يا بنزيما ايه يا كانتي وهكذا، يجيبوا اسماء اللعيبه الكبيره، فاللي هو يعني احنا جايبينكم عشان ايه؟ دفعنا الملايين والفلوس دي عشان ايه في الاول وفي الاخر؟ ما طبعا قد تكون المشكله في جايبينكم دي كنا بنتكلم عنها امبارح، فكره ان ولاد النادي الموضوع تاني يا حضرات، يعني فكره ان اللاعب من دول يبقى فعلا بالمعنى الحرفي يكاد يكون مولود في النادي ومتربي في النادي طول عمره، اكيد الولاء غير، اكيد الانتماء غير، اكيد الروح القتاليه اللي بتكون مطلوبه في اوقات معينه وعند اللزوم بتبقى حاجه تانية خالص، غير اي حد جاي. عارفه نظريه عقد العمل، فانت جايه ايه تادي المطلوب منك وبالسلامه. طبعا طبعا. حتى عايز اقول لك على حاجه، اللعيبه عفوا الجماهير لو انت برضو شفت لقطات مختلفه، السعوديين هناك كانوا بينادوا باللي هم في ثلاثه او اربع لعيبه محليين، يعني في اتحاد جده كله هم المحليين الثلاثه او اربعه، كانوا بينادوا على اساميهم اللي هم ينزلوا، ابتدت الثقه تعود مره ثانيه للمحلي، ما هو العالمي مش قادر يعمل حاجه على الارض، فهات لي بقى ابن بلدي يمكن يعمل، لان في الاول وفي الاخر زي انت بتقول الانتماء طبعا بيفرق. ما هو فارق الاسعار وفارق الارقام دي بجد بين النادي الاهلي هتكلم واتحاد جده، ايه اللي فرق؟ في لعيبه بولاد النادي، في لعيبه عندها انتماء، في حاجه اسمها روح النادي الاهلي، في حاجه اسمها ارتباط الجماهير باللعيبه والعكس صحيح. فكل ده بيفرق، اللي يقول لك لا ده كلام كليشيه او مش كليشيه وعلى الارض بيفرق بشكل كبير جدا وشفناه. على كل حال هنيجي لكل النقاط دي، بس احنا معانا النهارده فقرتين عندنا كالعاده فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هنتكلم من خلالها عن منتخب المكفوفين اللي تاهلوا لبارالمبياد باريس بعد غياب دام لاكثر من 30 سنه، احنا هنا برضه بنتكلم عن فئه الابطال من ابناء مصر. الفقره الثانيه بقى فقره كرويه بحته، هنتكلم فيها باستفاضه مع الاستاذ محمود صبري الناقد الرياضي. طبعا هنتكلم بقى انسوا اللي فات خلاص، يعني مش هنتكلم قوي عن اللي فات، لازم نتكلم عن اللي جاي، واللي جاي ده يبتدي من النهارده. وزي ما كنت بقول لحضراتكم النهارده بالفعل هو يوم مصيري بمعنى الكلمه في تاريخ النادي الاهلي، لان احنا لو تخطينا فلومينينسي البرازيلي هنكون في نهائي المونديال لاول مره على الاطلاق. الماتش صعب
اكيد الماتش صعب، احنا بنلعب مدرسه برازيليه معتمده بالكامل على المهارات الفرديه وشغل المحترفين واللعيبه الحريفه، فالماتش صعب اكيد بطبيعه الحال، لكنه مش مستحيل، لان باختصار شديد مفيش مستحيل اصلا في كره القدم، وشفنا ده بنفسنا بشكل عملي امام اتحاد جده طبعا اللي كان مدجج بكتيبه من النجوم العالميين، قدرنا ان احنا بتركيز وبشيء من الهدوء نكسب بثلاثيه. عايزين برضو نقول لحضراتكم شويه معلومات كده عن فلومينينسي البرازيلي. الاهلي سبق واجه هذا الفريق، ولكن امتى بقى؟ الكلام ده كان من 62 سنه فاتوا، وكان ماتش ودي. طبعا شبكه جلوبو سبورتي البرازيليه نشرت عن هذا اللقاء وهذه المباراه التاريخيه الوديه اللي جمعت بين فريقهم وبين النادي الاهلي سنه 1961، ووقتها الاهلي خسر امام فلومينينسي بنتيجه 2-1. هذه المباراه اقيمت يوم 26 مايو من عام 1961 على استاد القاهره بحضور 18,000 مشجع. ده اللي حصل من 62 سنه، ايه اللي هيحصل النهارده؟ ادينا مستنيين ونشوف. بس بتهيألي دي كانت مباراه وديه. وديه اه كانت مباراه وديه. انا كنت هقول لك انا فاكره منين؟ استحاله تكوني فاكره. لا انا مواليد 40 تخيل. لا بس بجد خليني اقول لحضراتكم برضو تاريخ مواجهات الاهلي في العموم مع الفرق كمان البرازيليه كلها كانت في كاس العالم للانديه. خلينا نقول برضو بلغه الارقام، احنا قابلنا اربع فرق برازيليه في خمس مواجهات قبل كده. طبعا خلينا نقول تاريخ المواجهات، الحق يقال يعني اللي صالح الفرق البرازيليه، كسبنا مره بركلات الترجيح وخسرنا اربع مرات. لكن هنرجع نقول تاني كرة القدم ممكن تحقق فيها كل حاجة، يعني عندك الموضوع متاح، خاصة لو أنت مذاكر المنافس بشكل جيد جدا وقدرت كمان يعني تفرض عليه طريقة لعبك زي ما حصل برضو هنرجع نقول أمام اتحاد جدة. وخليني برضو أفكر حضراتكم أن الأهلي وصل لنصف هنا النهائي ست مرات، منهم أربع مرات طبعا متتالية في هذه البطولة. أول مرة كانت نسخة 2006 في اليابان، وبعد كده تأهلنا وخسرنا 2-1، بعد كده لعبنا على المركز الثالث أمام كان أمريكا المكسيكي، فاز كمان بنتيجة 2-1 وحصد الميدالية البرونزية. بعد كده في عام 2012 وصل الأهلي نصف برضو النهائي وخسر الأهلي بنتيجة 1-0، بعد كده لعب على المركز الثالث أمام مونتاري المكسيكي وخسر المباراة وخرج من البطولة محتلا المركز الرابع. ووقتها برضو هنرجع نقول الناس كانت فاكرة يا كريمة قالت لك بس بقى أنتوا رابع العالم، وقعدنا نرد على النقطة دي، يعني مش عايز يكرر كلامه يعني، بس أنا أعتبر رابع العالم ده وحش يعني، ما هيك حد فاهم يعايرني يقول لي بس يا رابع العالم، يعني انا هنبسط على فكره، عايرني كمان. انا رابع العالم. رد الامثل ايه بقى؟ اسكت يا 162. ده اذا كان 162. لا ده انا بضرب اي رقم مش عارف طبعا. طبعا يعني زي ما هواد ابتدت تقول لحضراتكم تاريخ المواجهات، اخر بقى اربع مرات كانت اربع مرات متتاليه، ابتداء من 2020 في قطر لو حضراتكم فاكرين، النادي الاهلي طبعا وقتها تاهل لنصف النهائي وواجهنا وقتها بايرن ميونخ الالماني وخسر المباراه بنتيجه 2-0. النادي الاهلي هو اللي خسر بنتيجه 2-0، ثم بعدها لعبنا على المركز الثالث امام بالميراس البرازيلي، تعادلنا وبعديها الفرقتين لعبوا ركلات الترجيح، ودي طبعا حسمها وقتها النادي الاهلي بنتيجه 3-2 ليحصد ثاني برونزيه في تاريخ النادي الاهلي. كمان السنه اللي بعديها نسخه 2021 في دوله الامارات العربيه الشقيقه تاهل النادي الاهلي لنصف النهائي، واجهنا وقتها بالميراس البرازيلي مره اخرى، خسرنا المباراه بنتيجه 2-0 طبعا ليذهب النادي الاهلي لمباراه تحديد المركز الثالث، لعبنا وقتها ماتش عالمي قدام الهلال السعودي، فزنا يوميها بنتيجه 4-0، وتقريبا ده اكبر انتصار للنادي الاهلي في هذه البطوله، حصدنا وقتها البرونزيه الثالثه في تاريخ النادي الاهلي. اخر نسخه بقى 2022 كانت في المغرب، تاهل الاهلي لنصف النهائي لمواجهه ريال مدريد، وقتها طبعا خسرنا بنتيجه ثقيله، خسرنا 4-1، وبعد كده لعبنا على تحديد المركز الثالث والرابع، وخسر النادي الاهلي من نادي فلامينجو البرازيلي لينهي البطوله في المركز الرابع. والمرة السادسة اهي النهاردة ان شاء الله، وربنا بإذن الله يكتب لنا الخير والنصر ونكتب تاريخ جديد كمان مع النادي الاهلي ونتأهل للنهائي للمرة الاولى. بص تعالى برضو نتكلم اكتر يا كريم عن فريق فلومينينسي بطل، هنا بنتكلم يعني كاس امريكا الجنوبيه. مبدئيا هو بيشارك هنا لاول مره في منافسات كاس العالم للانديه، ونقف هنا ثواني
بعض بيقول لك فكره اصلا او كون ان هو بيشارك في اول او لاول مره في كاس العالم للانديه، فانت في جاب كبير قوي بلغه الارقام بينك وبينه، يعني ممكن ده يكون لصالحك بشكل كبير، بس هي القصه برده مش كده، لان انت لعبت انديه كتيره جدا في بطولات مختلفه وكان الجاب كبير جدا فنيا، بس انت ما قدرتش تحقق قدامهم حاجه. فبعض الاحيان حصلت، خلينا نبقى بس بتكلم بتاريخ، بنرجع لحاجات او انسيدنتس او وقائع حصلت، مش بنتكلم وخلاص، فحصل قبل كده، فما فيش حاجه مضمونه في لغه كره القدم ابدا. خلينا نتكلم عن الارقام برضو. الموسم الحالي لعب 55 مباراه، فاز في 26 خسر في 17، وده يعتبر رقم كبير، وتعادل في 12. طيب بالنسبه لفلمانسي، انت ايه اللي بيميزك؟ عنده خط هجوم بيسموه ناري جدا. صحيح هو ناري فعلا. هو فعلا قوي جدا، بيتميزوا بخط الهجوم بتاعه، سجلوا 181 هدف، لكن خط الدفاع عنده يمكن مش افضل حاجه، لان هو برضو بالارقام استقبل 61 هدف. الفريق كمان لعب في مسابقه الدوري البرازيلي الموسم يعني اللي انتهى، كان 38 مباراه، وانهى الفريق مشواره في مسابقه الدوري في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 56 نقطه، يعني بفارق 14 نقطة عن بطل المسابقة كان بالميراس وقتها. فبرضو الجاب بلغة الأرقام ما بيننا وما بينهم في البطولات وفي الرانكينجز جاب كبيرة جدا، يعني احنا بس ايه بنستعرض تاريخ الفريق المنافس بتاعنا. طيب حقق المكسب في 16 مباراة من أصل 38، وتلقى الهزيمة في 14 مباراة، تعادل في 8، ونجح في تسجيل 51 هدف، وتلقت شباكه 47 هدف في 38 مواجهة. هنرجع نقول تاني، واضح جدا الفارق او الفوارق الموجوده بالارقام، وهنرجع ناكد تاني هو عنده مشكله كبيره في خط الدفاع بتاعه، اعتقد يعني عندنا اللعيبه لازم يكونوا على درايه بالنقاط القوه والضعف، ومهم جدا ان انت تدرس برضو يعني المنافس بتاعك ايه نقاط القوه بتاعته، ايه نقاط الضعف بتاعه، عشان تقدر ان انت كمان تستغل نقاط الضعف طالما في مواجهه. ما هو اصل مشروع جدا، وفي كره القدم مشروع اكتر، وفي نفس الوقت لما تيجي تتكلم برضو، اعتقد يا كريم اعتقد احنا محظوظين هذه النسخه الى حد ما، لان اولا مانشستر سيتي ليس الافضل في حالاته، ليس الافضل طبعا، هو اخر كام مباراه تالق شويه، لكن من بدايه الموسم ما كانش الافضل تماما. اتحاد جده كان ليس الافضل برضو، كان عنده اصابات وكان عنده غيابات، شفنا الاداء كان يعني في لعب فردي، احنا اللي كنا بنلعب لعب جماعي، والاهلي لما بيلعب لعب جماعي بيروح حته تانية تماما، فدي برضو استغلناها بشكل كبير جدا. فلومينانسي زي ما احنا بنقول دلوقتي نقاط القوه والضعف، عندهم برضو نقاط ضعف تانيه بالمناسبه، يعني في كبر لسن اللعيبه شويه. احنا بالنسبه لنا بجد اللي احنا شفناه تاني، هرجع اقول اتحاد جده مدرب الاحمال بتاعنا لازم يتقال له شابوه، لازم يتقال له بجد برافو طبعا. لان اللعيبه انت شفتها مش بتلعب عشان تحقق حاجه معينه وتنام او تريح، اللعيبه مديها الاولى لنهايه المباراه، بيلعبوا بنفس التالق بنفس اللياقه، ما شفناش لاعب مثلا تعبان، لا ما بيأديش، بيتلكك يعني نازل وخلاص متواجد، لا كان كل لاعب موجود ليه لازمه، كل لاعب موجود كان بيأدي، واللعب الجماعي هو اللي بيفرق جدا مع النادي الاهلي، هرجع اكد على النقطه دي. فيعني اعتقد برضو في بعض الامور اللي ممكن لو استغلناها شويه كريم يبقى الموضوع لصالحنا، لكن مع كل اللي احنا بنقوله ده محدش يبقى فاكر ان المباراه دي في جيبنا، اصل في ناس تقول لك ايه انت عديت من الصعب اتحاد جده، فالمباراه دي على فكره تحصيل حاصل او سهله جدا، انا خاف بقى من ده، يعني انا بجد ما بخافش من المباريات القويه اللي فيها منافسات، ولكن بخاف من الحاجات اللي هي يقول لك دي مضمونه. انا المباراه النهارده بالنسبه لي اصعب من المباراه اللي فاتت بالمناسبه، فيعني بيتهيألي المفروض بقى ما يبقاش يعني الناس اللي كانت عندها العباره دي حاضره دايما على لسانها، شفنا ما يكفي من المباريات اللي اكدت يعني عدم صحه هذا الادعاء، ما فيش حاجه مضمونه لمليون سبب والمليون اعتبار، يعني طبعا احنا بنفند مع حضراتكم اوجه القوه والضعف او نقاط القوه والضعف عند الفريق المنافس، اكيد التفصيله اللي قالتها نهاوند دي في منتهى الاهميه المتعلقه بخط الدفاع عندهم بدليل الارقام، عدد هستيري من الاهداف دخل في مرماهم، فاحنا بنتكلم على خط دفاع هنقول عليه متواضع، لكن في المقابل بقى وسيبكم من خط الوسط زي ما قالت برضو نهاوند من شويه، خط الهجوم ناري بالمعنى الحرفي للكلمه. ما تنسوش حضراتكم ان احنا في نهايه المطاف بنتكلم على فريق برازيلي، واحنا عارفين ان هم عندهم في جيناتهم كده في دمهم الحرفنه موجوده وحاضره بقوه، واللي منهم مش برازيلي فهو ارجنتيني، فاحنا ما رحناش بعيد، احنا بنتكلم على مهارات فرديه اكيد هنشوف لها انعكاسات كثيره في ارض الملعب، واكيد برضو احنا مذاكرين ده
وجاهزين لده ومحضرين لده عشان نقدر نوقف الجزء الخطر من الكلام اللي احنا بنقوله. فلومينانسي عنده مجموعه جيده جدا من اللاعبين. خلينا برضو نستعرض مع حضراتكم ابرز هؤلاء اللاعبين، او خلونا نقول المعروفين اكتر للمشجع المصري والعربي. طبعا ياتي في المقدمه النجم الشهير جدا مارسيلو، الظهير الايسر وواحد من اهم نجوم ريال مدريد في فترات طويله، لعب يعني لغايه الموسم قبل الماضي مع انشيلوتي في ريال مدريد، وحاليا طبعا هو واحد من ابرز نجوم الفريق البرازيلي. كمان معاهم البرازيلي فيليبي ميلو، المدافع القوي المخضرم اللي عنده خبرات كبيره جدا الحقيقه، بالمناسبه لعب قدام النادي الاهلي لما كان في فريق بالميراس في المباراه اللي كنا بنحكي على حضراتكم عنها من شويه، اللي انتهت وقتها بالتعادل السلبي وفاز فيها الاهلي بضربات الترجيح في مواجهه تحديد المركز الثالث. كمان الجدير بالذكر محمد شناوي، صد منه ضربة جزاء برضو من النوع اللي ما يتنسيش أبدا. كمان من ضمن صفوف الفريق الحقيقة البرازيلي الناجح جدا جناح قوي كينو، اللي كان لاعب في صفوف بيراميدز، أكيد حضراتكم خدتوا بالكم منه ومن المهارات الفردية الموجودة عنده والسرعات اللي عنده والقدرة على الاختراق اللي عنده. سجل هدف من قبل كده في شباك النادي الأهلي. يعني باختصار لازم نخلي بالنا جدا 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 من خط الهجوم بتاعه ويعني ونحجمه إنجاز التعبير، زي ما عملنا مع نجوم اتحاد جدة. إن شاء الله يبقى الموضوع برضو في المتناول، وربنا يعني يسعدنا النهارده بالظبط. بص بقى مزيد من التفاصيل، وانا سعيده جدا بالمداخله دي. خلينا نروح للسعوديه تحديدا وزميلنا العزيز احمد عويس الناقد الرياضي عشان نعرف منه كمان اخر المستجدات قبل الماتش. يا احمد صباح الهنا عليك طبعا في البدايه، وسعداء ان انت معانا النهارده. صباح الخير يا هوانس، صباح الخير يا كريم. والحق انا هبدا كلامي باللي قاله كريم، اللي هو ده في الاخر فريق برازيلي. يعني احنا لو جبنا فريق، احنا عايزين الصوت يعلى. عفوا ثواني يا احمد، الصوت علوه يا جماعه عشان انا مش سامعه. انت سامع؟ حتى خلونا نسمعه في الاير بيس كمان عشان يبقى اوضح. معلش علوا لنا الصوت بليز شويه. اتفضل يا عويس اتفضل. انا بقول هبدا كلامي، انا اولا بصفح عليكم عليك انا كريم انت ونهوان، وبقول انه الكلام اللي انت قلته في الاخر، اللي هو في الاخر ده فريق برازيلي، يعني في الاخر عندهم الكوره في جيناتهم. فلومينينزي بيشارك المره الاولى في كاس العالم للانديه، ولكن عنده الكثير من النجوم، عنده طريقه لعب محيرة العالم، اللي هي طريقة اللعب اللي بتسمى بالطريقة العشوائية، اللي اللعيبة كلها بتبقى عند الكورة. يعني لو لقيت الكورة في الجناح اليمين فبيبقى في سبعة عند الكورة، وده طريقة غريبة جدا. المدرب يعني هو قوة الفريق في مدربه وفي خطته، مش في نجومه. هو النجوم اللي عنده نسميها كبيرة كلها سنها كبير، يعني سواء فيليبي ميلو أو مارسيلو أو كينو، كلهم لعيبة سنها كبير، ولكن طريقة اللعب اللي بيلعبوها واللي انا شفتها في نهائي كوبا ليبرتادوريس قدام بوكا جونيورز، لا فريق بيلعب كوره حلوه وفريق خطر. وخلينا نقول انه احنا نتائجنا مش احسن حاجه مع الفرق البرازيليه. الماتش الوحيد اللي كسبناه كان قدام بالميراس في الدوحه من سنتين بضربات الجزاء، ولكن ان شاء الله ان شاء الله النهارده في امل كبير، جمهور كبير جدا اهلاوي هيملا ملعب الجوهره النهارده، استاد الجوهره، باذن الله باذن الله ربنا يكرمنا ونوصل المره الاولى للنهائي. والحقيقه لازم برضو نقول للناس ان هي احنا فريق الاهلي جاي يتكرم انه بطل افريقيا تاني. الكلام اللي قلته لكم يوم الاربع بقوله تاني، احنا بنلعب كوره عشان نتبسط ونحتفل بفريقنا. فريقنا حقق نص المطلوب منه بالانتصار التاريخي على اتحاد جده في, في, في وسط جماهير الفريق الاتحادي، اللي كانت يعني تقريبا مش متاكده من الفوز، اللي كانوا بيبداوا يتكلموا عن مواجهه مانشستر سيتي، يعني تناسوا تماما انه كان في الاهلي في فلومينينزي، ولكن الحمد لله ربنا كرمنا وحققنا فوز لعب ونتيجه واداء. صحيح، كل كوكبه النجوم اللي في الملعب احنا قدمنا مباراه تليق باسمه وتاريخ النادي الاهلي. الناس اللي قعدت تقول التاريخ ومش التاريخ، لا التاريخ موجود، تيشيرت النادي الاهلي موجود، عظمة النادي الأهلي وتاريخه موجودة، وهي طول الوقت بتفرض نفسها على أي حد. والأهلي بيثبت أنه النادي رقم واحد بالأرقام وبالنتائج في الوطن العربي في الشرق الأوسط، وهو القلعة الرياضية اللي كل الناس لازم تلف حواليها. يعني الحقيقة النادي الأهلي نادي بيقدم طبعا كل حاجة حلوة للشعب المصري، وهو فرحة
كبيره لجمهورنا، وان شاء الله ربنا يكرمنا النهارده ونقدر نعمل ده باذن الله. يا عويس انا عايزه بس اروح معاك لكام نقطه سريعا وكريم برضو. النقطه الاولى يعني وانا وكريم كنا بنتناقش فيها وشويه بعض الناس خايفين منها، خلينا نقول كده، بعد فوز كبير زي ما احنا كلنا بنتكلم، وحاجه برضو كانت نتيجه غير متوقعه للجانبين بصراحه، بتخرج من مباراه زي كده وانت معنوياتك مرتفعه والثقه عندك عاليه جدا، ده هل بيؤثر او خلينا نقول دي نقطه قوه او ضعف لينا احنا بقى للي جاي؟ يعني هل انا مفروض استغل ده وادخل المباراه النهارده باذن الله عندي ثقه يعني وعندي نفس المسؤوليه ونفس الجاهزيه، ولا ممكن ده يتاخد برضو بحته ثقه زايده وتحصيل حاصل وفوارق في الارقام والرانكينجز فابتدي ده ياثر عليا سلبا فنيا في الملعب؟ عايزين نطمن لان دي نقطه خطيره جدا. بص سؤال مهم يا نهاوند، وكل ده بيقدر يحله الجهاز الفني واللعيبه نفسهم. هل اللعيبه خرجوا بسرعه من فوز على الفوز الكبير على اتحاد جده؟ يعني هل بعد ما ال 90 دقيقه خلصوا قدر الجهاز الفني والاداري بقياده الكابتن خالد بيبو وبقياده مارسيل كولر يخرجوا اللعيبه من ده ويدخلوهم في الاستشفاء بسرعه؟ لانه انت عارفه كمان الفرق بين المباراتين 48 ساعه، هم خلصوا الماتش الساعة 11 بتوقيت جدة، يعني يوم الجمعة خلص بقى عندهم سبت حتى يلعبوا النهاردة. فالحقيقة هو محتاج إعداد نفسي كبير جدا للعيبة إن هم يتخلصوا أولا من الفرحة وال في حالة زي ما بيقولوا الغرور بقى، إن إحنا هم لما جينا قالوا أنتم مش هتعملوا حاجة فإحنا كسبنا وعملنا ماتش كبير. صحيح. لازم يخرجوهم من الحالة دي، يبقى في إعداد نفسي كبير للعيبة إن أنتم ما عملتوش حاجة لسه لحد دلوقتي، أنتم في السيمي فاينل فلسه ما عملتوش إنجاز أكبر من الإنجازات اللي فاتت، فلازم تدوروا على إنجاز جديد. لازم إعداد بدني وتأهيل بدني مهم جدا، حالات الاستشفاء، لأنه الحقيقة اللعيبة ما اتمرنتش تمرين اللي هو ما يقال عنه تمرين في البطولات المجمعه لمباريات قصيره دي، اللعيبه بتعمل حالات استشفاء بس وتقسيمات بالكوره، فاللعيبه لازم يكون جاهزين بدنيا، لانه الاهلي كمان خلينا نقول الاهلي عنده النهارده مباراه في جده، يوم الجمعه عنده مباراه ثانيه في جده ايا كانت نتيجه مباراه اليوم، يعني ان شاء الله لو ربنا كرمنا وكسبنا هنلعب نهائي، لو لا قدر الله خسرنا هنلعب ثالث ورابع، بعد كده عندنا يوم الاثنين يوم 25 مباراه سيمي فاينل كاس السوبر، عندنا يوم 28 ان شاء الله مباراه فاينل او برضه مباراه ثانيه في السوبر. فالحقيقه ضغط بدني رهيب على النادي الاهلي اللي ما بيستريحوش، فالحقيقه كل ده دور الجهاز الفني انه يخرج اللعيبه بسرعه من ضغط المباريات والضغط النفسي وضغط كمان الجمهور اللي بيطالب الاهلي طول الوقت، بيطالب لعيبه النادي الاهلي بتحقيق الفوز، وده اللي طول الوقت بيتعود عليه جمهور الاهلي، ان الفريق بيكسب بطوله بيقفل الباب وبيدخل على البطوله اللي بعدها، فما بالك ده ماتش احنا ما كسبناش بطوله لسه، احنا لسه كسبنا ماتش فلازم نقفل عشان نلعب اللي بعده. فالحقيقه طبعا هو ممكن يبقى عامل ايجابي جدا الفوز الكبير على اتحاد جده، وممكن يبقى عامل سلبي جدا الفوز الكبير على اتحاد جده. دور الجهاز الفني والاداري هو اللي هيحدد ده. صحيح. اللعيبه نفسها في الملعب، حاله اللعيبه في الملعب، بص كل الكلام اللي بنتكلمه في الكوره، احنا قعدنا نتكلم على ماتش الاهلي واتحاد جده انا هوندو يا كريم، قعدنا نتكلم بقالنا 3 شهور بنتكلم من وقت القرعه على الماتش. صحيح. لحد نتيجه الماتش حاله اللعيبه على ارض الملعب، لعيبه اتحاد جده الكبار جدا الاسامي اللي مدفوع فيها ملايين الملايين ما كانوش موجودين على ارض الملعب، لعيبه النادي الاهلي الاقل سعرا في الترانسفير ماركت، ولكن كانوا الاعلى جوده فنيا في الملعب، هم اللي كانوا موجودين وهم اللي فرضوا سيطرتهم. هو الحقيقه عويس يعني فيما يتعلق بماتش اتحاد جده كمان، يعني في تفاصيل كتير ادت للنهايه السعيده اللي كلنا فرحنا بيها كجمهور كجماهير للنادي الاهلي، اكيد توفيق ربنا قبل كل حاجه، اكيد جاهزيه واستعداد اللعيبه والروح القتاليه الى اخره. بس على ذكر الروح القتاليه، في ناس كتير، وعلى فكره ده مش بس في الاعلام المصري، ده في الاعلام المصري والسعودي والتونسي والقطري ومجموعه كبيره من البرامج الرياضيه في العالم العربي، كلها كانت بتردد نفس التعبير ده على مدار ال 48 ساعه اللي فاتوا، سواء باسلوب ساخر فيه شيء من التندر او بجد جدا وهم بيقولوها فكره ما تستفزوش الاهلي، ما تستفزوش لعيبه النادي، اتقالت كتير اليومين اللي فاتوا، فده كان عامل مهم جدا ساعدنا ان احنا ننهي اللقاء كما تمنينا.
ايه اللي ممكن يبقى مستفز بالنسبه لنا في لقاء النهارده فنشوف من خلاله نفس اللي شفناه للنادي الاهلي مع اتحاد جده؟ ان احنا المره التاسعه على بنوصل كاس عالم الانديه والرابعه على التوالي، احنا النهارده الرابع مره بنلعب سيمي فاينل كاس عالم الانديه، والحمد لله يعني انا كان ليا الحظ ان انا الثلاث ماتشات اللي فاتوا كنت موجود في الملعب، سواء كان في الدوحه او في ابو ظبي او في الرباط، النهارده في جده، في اربع مدن عربيه كبيره ما قدرناش في الثلاث مرات اللي فاتت اللي عدوا ان احنا نوصل للنهائي. فالاستفزاز بقى لعيبة الاهلي النهارده انه يلا بينا النهائي، لانه كمان دي اخر نسخه لكاس العالم الانديه بصورتها الحاليه. فالحقيقه انه الوصول للنهائي هيبقى بعد كده صعب قوي، يعني احنا في ماتشين هتبقى في النهائي. لا، النسخه الجديده اللي هي الانتر كونتيننتال اللي هي هتتلعب في الاعوام اللي مش هتلعب فيها البطوله الكبيره المجمعه، هتبقى بطريقه صعبه شويه، تلعب ماتش وبعدين تلعب ماتش تاني وبعدين تلعب ماتش لحد ما توصل لنهائي تقابل بطل اوروبا. فالحقيقه اتمنى انه الـ 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 الاهلي يقدر النهارده يحقق اللي ما قدرش يحققه في 8 مرات سابقه او في 5 مرات وصل فيهم للسيمي فاينل، يحققه في المره السادسه ان شاء الله، ويقدر يوصل سيمي فاينل لفرح الجمهور والحق يعني. وخلينا نكون سعداء بفريقنا انه مشرف مصر ومشرف جمهوره، ومهما كانت نتيجة مباراة اليوم ده لا يقلل تماما من المجهود الكبير اللي عامله مجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني النادي الأهلي والجهاز الإداري النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي. الحقيقة انتصار اتحاد جدة انتصار مهم جدا جدا، فارق الحقيقة، كان فارق جدا في ما هو قادم في الكرة المصرية. كلام محترم جدا، بنتمنى كل التوفيق ان شاء الله للعيبه وللجهاز الفني، وباذن الله يفرحوا الجماهير كالعاده النهارده، واكيد تغطيتنا مستمره معاك يا عويس على مدار اليوم باذن الله. شكرا ليك جدا زميلنا العزيز احمد عويس من السعوديه. يعني كلام كتير عايزين نقوله، لكن برضو انا اعتقد خلينا احسن ناجله شويه للفقره الحواريه عشان نتكلم باستفاضه ونتكلم بالارقام ونتكلم في النسب ونتكلم في المخاطر. كل دي امور لازم برضو يا كريم نتطرق ليها عشان نطمن احنا كجماهير، ساعات قليله جدا بتفصلنا عن، يعني مش هقول مباراه، هقول بطوله، هقول كتاب التاريخ، يعني ممكن يكتب يعني بشكل مختلف هذا اليوم باذن الله يكون بالشكل اللي احنا نتمناه. هننتقل دلوقتي لخبر تاني ونتكلم شويه عن الاسكواش، لان الموقف ده غريب وتحس فيه كده ايه بقى، مش عارفه اقولها لك ازاي، بس هي ايه يعني، سميها لعنة فراعنة. ناس كانت معلقة كده امبارح، نبرنا على نفسنا ولا ايه؟ نبرنا، انا كنت خايف منه. نتكلم عن منتخب مصر للرجال، طبعا عايزين نقول لهم مبروك بطولة العالم للسكواش، الفوز على منتخب انجلترا. لما تيجي تقول منتخب انجلترا بتتكلم عن مين؟ الاخوين الشرباجي. ما هي دي النقطة، يعني الشرباجي طبعا محمد ومروان الشرباجي اخين من كبار الرياضيين في هذه اللعبة، وكانوا بيلعبوا باسم مصر وحضرنا اللي حصل، وفكرة ان هم حبوا يلعبوا باسم انجلترا، ووقتها كان حصل يعني كلام كتير جدا في الاعلام كمان المحلي، وقلنا خلاص مش فارقه بقى، يعني بغض النظر ده كان قرارهم وغيره، بس هم مع منتخب مصر كانوا بيفوزوا بس. لكن دلوقتي لما احنا لعبناهم وهم متجنسين او بيلعبوا باسم دوله اخرى، انت كسبتهم هما الاثنين، وتشز او يعني دي حاجه غريبه جدا يا كريم. فعشان كده انا بقول لك طبعا ابطالنا علي فرج ومصطفى عسل قدروا ان هم يتغلبوا عليهم في النهائي ويتوجوا باللقب للمرة السادسة في التاريخ، بالإضافة كمان إن إحنا أصحاب اللقب في آخر نسختين، يعني دي المرة الثالثة على التوالي. فألف مبروك، ونتمنى إن دايما مصر تكون في مقدمة كل الألعاب، وخاصة أنت بتتكلم عن السكواش إن أنت ملك السكواش في العالم كله على صعيد السيدات أو على صعيد الرجال. لكن طبعا كان الموضوع غريب، لأن تاني هرجع أقول مروان ومحمد الشرباجي لما كانوا بيلعبوا باسم مصر ما كانش حد بيعرف يكسبهم، يعني ما كانش حد يعرف يكسبهم، دلوقتي بيلعبوا باسم انجلترا، يعني لا هي يعني هي غريبه، صح ولا غلط؟ فرقه ما بتحصلش كتير خالص الحقيقه. يعني اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه النهارده هتقراها لينا منى المنيسي من مقر النادي الاهلي بالجزيره. منى صباح الهنا، طبعا سامعينك انا وكريم والساده المتابعين، اتفضلي. يا صباح الخير عليك يا نهوان، صباح الخير يا كريم، بصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي صباح الخير والتفاؤل. زي ما قلتي أنا موجودة في مقر النادي الرئيسي بالنادي الأهلي، مقر النادي بالجزيرة،
عشان نقول لكم كل اخبار النادي الاهلي وكل فرقه الرياضيه، ويوم جديد من 10 الصبح في الاهلي اكيد اخبار رياضيه اهلاويه كمان جديده. الكل الحقيقه النهارده في انتظار مباراه اليوم، مباراه نصف نهائي كاس العالم طبعا بين النادي الاهلي وفلومينينسي البرازيلي في تمام الساعه 8 بتوقيت القاهره. الكل مترقب وفي حاله انتظار، في تفاؤل اكيد بعد مباراه مباراة جدة اللي فاتت، فأكيد الكل في انتظار، الكل مستعد، الكل بيجهز انه يتفرج، الكل مستني تحقيق انتصار جديد، انتصار تاريخي، وده اللي اكيد اتكلم فيه كمان كابتن محمود الخطيب مع الجهاز الفني كله ومع جميع اللاعبين، ان دي فرصة حقيقية وفرصة اكيد كبيرة لتحقيق نصر كبير، مجد كبير وتاريخ جديد ليهم طبعا، لاسمهم واكيد باسم النادي الاهلي. الكل في انتظار وصول النادي الاهلي للمباراه النهائيه. طبعا ده حلم اكيد كبير وحلم ان شاء الله يتحقق باذن الله النهارده لجمهور النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي هو صاحب الانجازات التاريخيه او صاحب الارقام القياسيه في البطوله، معانا 3 ميداليه برونزيه، 6 مرات شاركنا في سيمي فاينلز منهم 4 مرات على التوالي، ولكن يبقى الحلم الكبير، حلم اكيد الوصول للمباراه النهائيه قائم. أكيد كل التوفيق لفريق النادي الأهلي النهاردة، إن شاء الله يقدر يسعد جمهوره، وزي العادة طبعا بيبان أكيد في المواقف الصعبة دايما بيكون في تفاؤل وحالة من الجدية موجودة بين اللاعبين وفي الجهاز الفني. الإدارة التنفيذية النهاردة في النادي شغالة الحقيقة على قدم وساق من الصبح جدا، يمكن أنا موجودة من الساعة 9 الصبح، خلصوا بالفعل كل تجهيزاتهم النهاردة بوجود شاشات عرض كبيرة وضخمة، عدد كبير جدا من المقاعد والكراسي موجودة في انتظار النهاردة أعضاء النادي بالليل، إن شاء الله إن هم يقدروا يتفرجوا وتكون مشاهدة ممتعة بإذن الله على فريق النادي الأهلي، مش بس هنا في مقر النادي الرئيسي بالجزيرة، كمان في كل الفروع التانية في التجمع، مدينة نصر وكمان الشيخ زايد. بتمنى إن شاء الله إن الكل النهاردة يروح سعيد ومبسوط، وإن احنا نوصل للمباراة النهائية ونحقق إن شاء الله إنجاز تاريخي. خلونا بقى نكمل أخبارنا النهاردة، وبداية بفريق كرة السلة سيدات اللي حقيقة امبارح فازوا أو توجوا ببطولة منطقة القاهرة. المباراة كانت مع نادي الجزيرة اللي حصل على المركز الثاني، وكمان كان موجود نادي هليوبلس الحاصل على المركز الثالث. المباراة انتهت بنتيجة 71-35. خلينا أكلمكم شوية عن المباراة، لأن هي كانت حقيقي فيها ترانسفورميشن او نقله كبيره جدا من كابتن طارق خيري. اول شوطين تقريبا كنا ماشيين ايكوال جيم، كنا ماشيين نقطه بنقطه مع بعض، ولكن في الشوط الثالث والرابع او الكوارتر الثالث والرابع قدر كابتن طارق خيري المدير الفني للفريق ان هو يستعيد من ثاني قوه فريقه، وان هو يقدر ان هو يسيطر كامله على المباراه، لدرجه انه تقريبا نادي الجزيره ما احرز تقريبا 7 أو 8 نقاط بس في الكوارتر الثالث والرابع علشان تنتهي النتيجة تقريبا دبل سكور 71-35. مش بس كده، كمان لاعباتنا اللي بحب طبعا ان انا اهنيها وبارك لها، نادين السلعاوي كالعادة افضل لاعبة في البطولة، وكمان هدافة البطولة. كان في كمان امبارح جايزة جديدة بتضاف لبطولة منطقة القاهرة، كانت جايزة احسن مدافع، خدتها كمان لاعبتنا رنيم الجداوي. طبعا بتمنى لهم اكيد كل التوفيق ان شاء الله كمان البطولات اللي جاية. كان كابتن طارق خيري كلمنا بعد المباراة ان هو هيدي لاعبته ان شاء الله يومين اجازة او يومين راحة سلبية بعد فوز على ببطولة امس منطقة القاهرة، لانه الدوري اتأجل شوية، فعند بقى عنده وقت ان هو يدي او يريح لعبته يومين، وان شاء الله يستقبلوا او يستمروا في ماتشاتهم وتجهزهم ان شاء الله لكل الماتشات القادمة. واستكمالا لاخبارنا النهارده وكره الطايره، رجال اللي بيستعدوا النهارده بشكل قوي من خلال تمرين الصبح وبالليل، استعدادا لمباراه غدا ان شاء الله مع نادي الشمس في اطار الجوله 9 من المرحله الاولى من بطوله الدوري، هتبقى ان شاء الله بكره مع نادي الشمس فعلى صاله نادي الشمس. ايضا اخر فوز لرجال الطايره كان على نادي الترسانه في صاله الامير عبد الله الفيصل هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره، والحقيقه كانوا عملوا ماتش كبير وماتش عملوا فيه كامباك قوي جدا في اخر المباراه بسكور كبير. كمان شباب 19 سنه لكره الطايره
فازوا امس بسكور وماتش كان قوي جدا مع نادي الزمالك بنتيجه 3-1 ضمن منافسات بطوله الجمهوريه. مش بس كده، كمان سيدات كره الطايره استعدوا الفتره اللي فاتت بشكل قوي جدا عشان النهارده يرجعوا مره ثانيه لمبارياتهم. النهارده عندهم مباراه مع نادي وادي دجله على صاله الشهداء هنا بمقر النادي الرئيسي بالنادي الاهلي، هتكون الساعه 6 مساء باذن الله. نتمنى لهم اكيد كل التوفيق. يا منى بنشكرك وبنضم صوتنا اكيد لصوتك، ونتمنى الجيل الحالي لانه يستحق ان هو يكتب بجد تاريخ جديد مع النادي الاهلي. سكواد رائع جدا، لعيبه ثقيله جدا، وقدمت كتير بصراحه للنادي الاهلي، واكتر حاجه خلينا نقول كمان ان هي كسبت ثقه الجماهير. نتمنى ان شاء الله ان هو يكون جيل يعني فعلا بيكتب تاريخ جديد للنادي الاهلي لانه يستحق. كل شويه لما نيجي نتكلم عن جيل معين نقول افضل جيل هو الجيل الذهبي، طبعا كان في اكتر من جيل ذهبي مع النادي الأهلي، لكن بنفتكر اقرب حاجه لينا يعني طبعا الجيل بتاع احمد حسن وعماد متعب وابو تريكه وغيره طبعًا. يعني حسام غالي، لا يعني جيل اكثر من رائع، قدم كتير جدا، ونتمنى ان شاء الله الجيل الحالي كمان يكون يعني او لا يقل عن اقول ايه الافضليه او الروعه فعلا، لان هم يستحقوا ذلك فعلا، حققوا كتير جدا رغم التشكيك اللي تعرضوا ليها كريم ورغم الانتقادات اللي تعرضوا ليها، لكن كل مره بيثبتوا ان هم اقدر فعلا باحترام الجماهير وباحترام الجميع حقيقي. فبالتوفيق ليهم ان شاء الله النهارده. كتابه التاريخ الجديد ده ان شاء الله باذن الرحمن لو ربنا وعدنا بيه وكاتبه لنا هيبتدي يتحقق ابتداء من النهارده. وتعالوا بقى نقف شويه عند حكم مباراة النهاردة، الحكم اللي هيحكم بين الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية هو حكم بولندي اسمه سايمون مارتشنيك، وعنده 42 سنة، واحد من أهم حكام الاتحاد الدولي، والحقيقة في إشادات واسعة جدا 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 تخصه. ظهر للمرة الأولى كحكم سنة 2002، في حين ظهر كحكم دولي سنة 2011، فاز بالعديد يعني الحقيقة من المباريات، أو يعني شارك بالتحكيم في العديد من المباريات، أبرزها نهائي كأس العالم قطر 2022، كان ماتش تقطيع بين فرنسا والأرجنتين، وكمان هو كان الحكم في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، وكذلك الحال أدار أكثر من مباراة بين الأهلي والزمالك، وبحسب ترانسفير ماركت فهو أدار ما يقرب من 600 مباراة. بصوا بقى الرقم اللي جاي ده حضراتكم، من خلال هذه المباريات ال 600 أشهر ما لا يقل عن 2400 وكسور بطاقة صفراء، و79 بطاقة صفراء تانية، بجانب 67 بطاقة حمراء مباشرة. يعني لازم ناخد بالنا ونخلي بالنا، الراجل ده سريع موت في إصدار الكروت وفي إشهار الكارت الأصفر والأحمر، فلازم برضو ناخد بالنا من التفصيل. لا طبعا نسبة عالية جدا مقارنة بعدد المباريات اللي هو أدارها. برضو في وقعة تانية كانت في بطولة كأس العرب 2021 تحديدا، اللي كانت ما بين الجزائر وقطر نصف النهائي، برضو كان في احداث وقتها وتاريخ، برضو كان في يعني وقت بدل ضايع، وقت هو احتسب، هو خلينا نقول كده باختصار هو بيركز في الثانيه، يعني هو حكم دقيق جدا جدا، والثانيه معاه بتفرق، والثانيه في لغه كره القدم او في الملعب ممكن تخسر فريق وتكسب فريق بالمناسبه. فطبعا يعني الموضوع بالنسبه لنا يعني احنا مش قلقانين ابدا، بس كل اللي بنتمناه بغض النظر عن العدد كبير طبعا للبطاقات الصفراء والحمراء، لكن كل اللي بنتمناه يكون في عداله في التحكيم. أيوة. ما يهمناش خالص يعني مش عدد البطاقات اللي هو اصدرها، في عدد المباريات اللي قدرها هيقلقنا كنادي اهلي ابدا، بس يكون في عداله، هي دي اللي دايما او هو ده اللي دايما النادي الاهلي بيطالب بيه في اي مباراه او اي بطوله ليه. فبالتوفيق ان شاء الله النهارده، لكن سو فار كويس ان احنا معانا برضو حكم دقيق جدا، بيركز جدا، بيعود للفار الى حد ما، نسب الاخطاء بتاعته قليله جدا، معروف عنه ان هو زي ما كنا بنقول لحضراتكم عنده احترافيه في الاداء بتاعه. فبالتوفيق ان شاء الله ما يكونش فيه اي كمان مشاكل تحكيميه، لان احنا ما عندناش رفاهيه حقيقي كمان يبقى فيه اي مشاكل تحكيميه الصراحه يعني. لا بعد ما وصلنا للمستوى اللي وصلنا له ده، لا ارجوك مش هينفع. تعالوا بقى قبل ما نطلع الفاصل ده ناخد فكره كده من خلال هذا الفيديو جراف عن اكتر خمس حراس حفاظا على نظافه شباكهم عبر تاريخ كره القدم. هنتابع معاكم الفيديو جراف ونطلع فاصل ونرجع بقى نستقبل ضيوفنا في اولى فقراتنا الحواريه، خليكم معانا.
يعني مش عارفين نوصف سعادتنا ازاي. احنا بقالنا سنين وسنين نسعى ان احنا نوصل للاولمبياد وان احنا ناخد بطوله افريقيا ونفرح يعني الناس دي كلها، الناس اللي جت تقف معانا دول. والحمد لله ان احنا من تعبنا وجهدنا قدرنا نوصل للهدف ده. صعبه جدا والله، احنا بقالنا سنتين معسكرات وتدريب وشغل كتير، شغل بدني وشغل فني، والحمد لله تعبنا قوي، تعبنا والله الفتره اللي فاتت دي كلها تعبنا يعني بمعنى كلمه تعبنا، والحمد لله قدرنا ان احنا نتخطى عقبه الجزائر. الحمد لله احنا بقالنا فتره شغالين على مكسب التاهيل، الحمد لله بقالنا دلوقتي داخل حوالي 32 سنه مصر ما تاهلتش الاولمبياد باريس. الحمد لله كان النهارده انا يعني مش عارف اوصف سعادتي ولا الاقي كلام اوصفه، بس انا الحمد لله ربنا الحمد لله كلل تعبنا، وكان بعد تعب سنتين فاتوا ربنا اثبت لنا ان احنا الحمد لله تعبنا ما راحش هدر. كل الرجاله كانوا صحابي كانوا رجاله وكان قد المسؤوليه، والحمد لله ربنا كرمنا، نحمد ربنا والله. الحمد لله يعني احنا من معسكرين من شهر 4، فطلعنا معسكرات، طلعنا بطوله بريطانيا، فربنا وفقنا مع الاحتكاك. واحب اشكر وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي اللي هو كان بيطلعنا بطولات وديه واللي احنا نحتك بره، فكل ده سهل علينا يعني في البطولات اللي هنا. والبطوله دي غايبه عننا بقى لها 32 سنه، وبقى لنا 25 سنه ما كسبناش الجزائر، فاللي احنا نكسبه 3 مرات متتاليه، فالحمد لله الجيل ده يعني يقدر ان هو يعمل حاجه في الاولمبياد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمنا سبحانه وتعالى النهارده بتاهل بعد 32 سنه، بعد 32 سنه منتخب مصر لكره الهدف رجال بيتاهل للبارالمبيك جيمز. اخر مره كانت 92 في برشلونه، النهارده بنتاهل ان شاء الله في باريس 2024. مباراة صعبة جدا، منافسة قاسية جدا، يعني حضراتكم شفتوا الماتش، كرة رايحة وكرة جاية وجول هنا وجول هنا، وفي منتهى الصعوبة، ماتش في منتهى الصعوبة. يعني بأعلن احترامي لمنتخب دولة الجزائر الشقيقة، منتخب محترم جدا، لعيبة ثقيلة جدا، خبرات عالية جدا، لكن لازم أقول لأولادنا شكرا لمنتخب مصر، شكرا للأبطال. ما طلعوش 30 سنة، طلعوا 32 سنة كمان من الغياب يا حضرات، فإحنا هنا بنتكلم عن إنجاز مهم جدا، إنجاز تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وبالمناسبة إحنا فقرتنا الأولى دي إحنا يعني عاملينها النهاردة عشان نقول مليون مبروك لمنتخب مصر بكرة الهدف للمكفوفين على الإنجاز المحترم اللي هم حققوه، وفوزهم بذهبية بطولة إفريقيا اللي أقيمت في مصر، وبالتالي الصعود إلى الدورة البارالمبية باريس 2024. تعالوا نتكلم أكتر عن هذا الإنجاز وعن هذه الرياضة وعن قوانينها مع ضيوفنا اللي هينورونا في هذه الفقرة، كابتن محمد فرحات المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الهدف للمكفوفين، وكمان منورنا عبد العزيز أشرف لاعب منتخب مصر لكرة الهدف للمكفوفين. صباح الفل عليكم منورينا، ومليون مبروك على الإنجاز المحترم. أهلا بحضرتك ومتشرفين بوجودنا في قناة الأهلي. يعني صباح الهنا وصباح الجمال حقيقي والله يا كابتن محمد وكابتن عبد العزيز، فخورين بيك جدا، لان كمان احنا بنتكلم عن تاهل لاولمبياد باريس، فاحنا معانا بطل دلوقتي ان شاء الله اولمبي بيمثل مصر في محفل دولي عالمي كبير جدا. هنعتمد عليك يا عبد العزيز ان انت تجيب لنا ميداليا باذن الله يا رب مهما كانت بقى. بس خلينا نبدا من الاول كابتن محمد، نعرف الناس ايه كره الهدف اصلا، والفريق او يعني بيكون ازاي، المنتخب بيكون ازاي، ودرجات كمان الابصار او يعني خلينا نعرف من حضرتك اكتر. كره الهدف هي لعبه جماعيه تخص ذوي الاعاقه البصريه، بتعتمد على حاسه السمع. الفريق بيتكون من 6 لاعبين، 3 اساسيين و3 احتياطيين. مدة المباراة 24 دقيقة على شوطين، كل شوط 12 دقيقة. طبعا الهدف منها هو إحراز الأهداف في مرمى الفريق الآخر. بيحكموا عديد من القوانين، يعني يكفي أن أقول لحضرتك أي صوت أي حاجة بتحصل بيعاقب عليها اللاعب أو الفريق، يعني في أخطاء بتبقى على اللاعب وفي أخطاء بتبقى على الفريق. ببساطة شديدة كل فريق بيحاول يصاب الكرة باليد، يعني ما ينفعش يلعبها برجليه، لازم يلعب الكوره بايده. طب والاصوات اللي بتكون مصاحبه للحدث، يعني لو مثلا في جمهور حاضر بيحصل ايه في الحاله؟ طبعا هو الحكام بيبقى عندهم يعني شروط معينه، انا اثناء اللعب يكون الكل في حاله صمت، يعني يبدا اللعب بكوايت بليز.
بعد كوايت بيس بيكون كل خلاص ما فيش اي صوت، فيبدا يقول بلاي، فيبدا يستمر، يبدا او يستمر اللعب. فكل مره بيحصل فوت لازم يوقف يوقف فعاليات المباراه. آه بالظبط. لكن طبعا اغلب اللي بيكونوا موجودين عندهم تقريبا في الغالب بيكونوا واعي باللعبه، فبالتالي بيبقوا عارفين القانون ان دايما خلاص انت تقدر تسقف وتقدر تايس اثناء ثلاث فترات، في اثناء التوقفات زي الكوز كات اوت اتكلم براحتك، مثلا اتصدت بلوكد اوت وطلعت بره برضه تقدر تدي انا ادي تعليمات. في حاله احراز الاهداف الحكم بيصفر صفرتين زي كره اليد كده، تقدر تسقف تهايس تعمل كل حاجه، ولكن بعد كده على طول اول ما الكوايت بليس صمت تماما. انا عايز اقول لحضرتك ان اي صوت بعد كده يعاقب عليه الفريق، يعني انا لو حبيت اتكلم في اللحظه دي اعاقب فريقي بضربه جزاء، فبيبقى فيها نوع من انواع الاحتراق النفسي ان انت تبقى قاعد وعايز تتكلم وعايز تقول حاجه او شايف خطا ما تقدرش تتكلم، تنتظر لحظه معينه تتكلم فيها وتسكت تماما. طبعا. طيب عبد العزيز بقى احنا عايزين نسمع اسمك، حلو على فكره عبد العزيز بحبه. عرفنا على نفسك اكتر وعايزين نعرف برضو انت ابتديت الرياضه دي امتى والتالق بتاعك لغايه دلوقتي، انت بطل اولمبي يعني ان شاء الله. ف ما انا بقول اهو ان شاء الله والله. بص خدها مني كلمه باعتبار ما سيكون ان شاء الله باذن الله. اتفضل يا عبد العزيز. اولا اسمي عبد العزيز اشرف من محافظه المنوفيه و خريج مدرسة النور، دلوقتي بدرس في كلية إعلام. طب ما تعلمنا صوتك سيكا يا عبد العزيز. إيه رأيك؟ ماشي. اتفضل. بدأت ألعب من وأنا في الابتدائي كرة الجرس، بس كان في المدرسة عادي من غير أي حاجة كده، لأن الرياضة دي في جميع مدارس النور بيمارسوها زي أي طلبة بيلعبوها زي كرة القدم كده في المدارس العادية. فاحنا كنا بنلعب مع زمايلنا ومع بعضنا عادي لحد ما الكابتن محمد كان موجود في السعوديه وجه في نهايه 2019 كده، وكان بقى هو ليه نظره في بعض الطلبه اللي موجوده في المدرسه، فشاف مننا واحد واثنين وثلاثه يعني اختاركم، شاف مني لاعب كويس يعني موهبه ثاقبه وطلعت وجهه نظره صح. طب والله يعني اكيد، لان وصلت لحد بطوله افريقيا والحمد لله يعني تاهلنا لباريس. ف حضرتك يعني هو عبد العزيز كان بدا معانا فتره كده وهو لسه صغير، بدا معانا بطوله الاهرامات الاولى دي كانت سنه 2022. انا بتكلم عنه هو شخصيا يعني. فبدا بسنه 2022 الاول، كان لسه برضه يمكن لسه ما خلصش المرحله الثانويه، فكان يعني شايفين فيه موهبه زي بقيه المجموعه اللي معانا. يعني في صراحه المجموعه اللي معانا ما شاء الله عليهم كلهم اعمارهم صغيره، متوسط عمرنا 21 سنه. فدي كانت ده كان الهدف بتاعنا، ان احنا نعمل جيل صغير شباب قادر انه يستمر لفترات طويله مع زياده الخبرات مع المنافسات الخارجيه، كل ده هو اللي اهلنا ان احنا نقف علينا دلوقتي. يعني الخبرات اللي هم اخذوها في خلال مرحله الاعداد البطولات دي كلها وقفت الشباب ان هم يوصلوا للمستوى اللي احنا فيه ده. على ذكر الشباب عبد العزيز، لازم تبقى مدرك تمام الادراك ان انت حقيقي شخص ملهم لناس كتيره جدا يعني، ودي التفصيله اللي عايز اقف معاك شويه عند تفاصيلها، لان في ناس كتير ممكن ما يبقاش عندهم المشكله اللي عندك ومش قادرين يحققوا ثمن الانجاز اللي انت بتحققه. فاحنا عايزين نعرف منك كده يعني في حياتك العاديه انت يومك عامل ازاي؟ هل بتدرس ولا لا؟ مواعيد تمريناتك؟ والله بص يعني لخص لنا يومك كده. احنا بدانا فتره معسكر لبطوله افريقيا ومن اخر شهر 9، وطبعا الدراسه ابتدت في نفس الوقت اللي بدانا فيه المعسكر. فحضرتك بنكون موجودين في المعسكر عادي وبقدم للجامعه جواب تفرغ، وبحاول بقى في المعسكر مثلا ايه وقتي بقسمه، مثلا تمرين بيبقى شويه بس مش قوي يعني في المذاكره. انت في كام اعلام دلوقتي؟ طيب لا لسه اولى. اولى لسه. اشمعنى اعلام يا عبد العزيز؟ والله بقى يعني حابب انت الاعلام يعني اقول لحضرتك هو اصل احنا في مدارس النور يعني ما ينفعش غير ندرس غير في الثانوي غير القسم الادبي بس، الشعبه الادبيه. فوالله لقيت برضه المجموع اللي كان حلو. ومالهم الادبي؟ انا كنت ادبي على فكره. ما انا عارف ده احلى ناس والله. ف
فيعني ربنا ييسر. طيب خلينا بقى نتكلم شويه عشان نطمن على ابطالنا. يعني كابتن محمد ما اجي اتكلم عن الاتحاد الرياضي للمكفوفين هنا، ايه خطته بالتنسيق مع وزاره الشباب والرياضه علشان انا اتكلم ان الابطال بتوعي دول والمكفوفين تحديدا يقدروا ان هم يعني يتلقوا كل الدعم وكل اللي بيحتاجوه علشان بعد كده ما يجوا يعني يمثلوني في البارالمبيكس او في البارالمبيات، يعني يمثلوني بالشكل اللائق اللي هو يسمح لهم يكونوا فعلا ابطال ويحصلوا على ميداليات. يعني طبعا انا حابب بس يمكن في البدايه حابب ان انا اهدي الفوز ده للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هي بطولة أفريقيا. أفريقيا طبعا وبنوعده وبنوعده إن شاء الله إن ولادنا وشبابنا هيبذلوا أقصى ما عندهم، مش التمثيل مشرف لا بالعكس، إحنا للمنافسة طبعًا على البطولة. وطبعا بنشكر سيد الوزير الدكتور أشرف صبحي ودكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد على وقوفهم ودعمهم من وقت ما بدأنا إعداد هذا الجيل من سنتين اتنين. الدعم ده معناه يعني دعم معنوي ولا دعم مادي ومعنوي؟ يعني خليني افهم برضه. هو الدعم المعنوي ده مهم، لان الدعم المادي من غير دعم معنوي مش ممكن، والدعم المعنوي من غير المادي برضه مش ممكن، ما ينفعش. لكن بالظبط، لكن الدعم المادي هو كان موجود بصراحه، ما قصروش معانا. لكن خلينا نعرف برضه احنا عندنا امكانيات، يعني مين اللي عنده امكانيات؟ احنا مصر عندها امكانيات معينه، ظروف معينه، ظروف اقتصاديه، احنا لابد ان الكل يتحمل هذه المواقف. يعني يعني المعسكرات اللي قبل مثلا اولمبياد باريس، لا خلينا نمشي واحده واحده. دلوقتي انتوا طالعين باذن الله اولمبياد باريس وعندنا اكتر من لاعب، التجهيز ليهم ده بيكون على حساب مين؟ وفي نفس الوقت انتوا عملتوا معسكرات خارجيه ولا كلها داخليه؟ ولو خارجيه على حساب مين؟ انا قلت لحضرتك ان الوزاره ما قصرتش معانا، خرجنا معسكرات خارجيه، لعبنا في بطولات في الفترات اللي فاتت، في الفترات اللي فاتت لعبنا بطولات دوليه، لعبنا عملنا معسكر في تركيا، لعبنا بطوله دوليه هناك، رحنا البرتغال اشتركنا في بطوله العالم اللي احنا تأهلنا ليها في بطوله افريقيا اللي كانت من سنتين، رحنا بريطانيا، كان في بطولات في مصر دوليه، بطوله الاهرامات الاولى والثانيه، كان في يعني كان في اعداد قبل البطوله دي. بعد حصولنا على اول افريقيا وتأهلنا لاولمبياد باريس، الوزاره طلبت ان احنا نعمل الخطه اللي هنستمر عليها للحصول طبعا على المراكز المتقدمه في باريس. وبالفعل احنا عملنا خطه وموجوده دلوقتي في الاتحاد، هتعرض ان شاء الله على السيد الوزير. وهو بصراحه يعني قال كل الدعم ليكم، مش يعني اللي انتم تطلبوه كله، وعايزين نشوف اداء وعايزين نشوف شيء مشرف. طب ما نسمع من عبد العزيز كمان. أيوة. رد على السؤال ده عبد العزيز، يعني انت كبطل دلوقتي في هذه الرياضه وهذه الفئه، انت مستني ايه او منتظر ايه او ايه اللي بيقدم ليك لحد دلوقتي من الوزاره او من الاتحاد؟ بص اقول لحضرتك حاجه، دلوقتي كره الجرس مش ست لعيبه بس في مصر، احنا اكتر من 14 نادي او 14 هيئه، كل نادي بيبقى فيه من 6 لـ9 لعيبه، فبالتالي الاتحاد بيكون داعم لافراد المنتخب اللي هم 6 لعيبه بس، 8 بالكتير وبفتره قليله وبعد كده بيبقوا 6. الانديه طبعا ما بتبقاش اللي هي ايه يعني ما عندهاش الدعم زي الاتحاد اللي هي تصرف على اللعيبه مثلا او تعمل معسكرات، او يعني ممكن ما يتمرنوش غير مش عايز اقول لحضرتك 3 مرات في الشهر مثلا 4. فاصلا اليوم في التمرينه الثانيه فما فيش ايه اسس مبنيه ان احنا نطور باقي اللعيبه. فانا اتمنى يعني الانديه اللي يعني الاهلي والزمالك تتبنى بقى يعني، وبالذات خاصه ان احنا صعدنا الاولمبياد دلوقتي يعني، فحققنا وان شاء الله يعني لو الانديه دي تبنتنا وكان صحيح. الدعم لينا ان شاء الله يعني اتمنى صوتك يوصل اكيد انا وكريم ان شاء الله. تستحقوا الدعم ده، هو مش تفضل من اي جهه بالمناسبه ولا حتى من الدوله، ده حق يعني. لا ده حق زي اي طايره والطايره جلوس يعني، افتكر او يعني على ما اتذكر ان في النادي الاهلي طايره كراسي متحركه او طايره جلوس حاجه زي كده. هو انتوا في الرياضه دي يا كابتن محمد بالمناسبه، هل ما بيبقاش في فرق كبير بين المعسكرات الداخليه والخارجيه في الرياضه دي تحديدا؟ لا طبعا في فرق كبير جدا، لان احنا طبعا في مصر الانديه في مصر يمكن زي ما قال كده عبد العزيز امكانياتها بتبقى ضعيفه شويه، امكانيات التدريبيه، الاماكن التدريب، الادوات،
يعني حضرتك اتكلمت على نقطه مهمه جدا، نقطه الامكانيات يعني اللي كانت حضرتك بتتكلمي فيها من شويه. يعني هو انت كانت بتتك على يعني على السؤال ده ليه؟ عشان لو عندكم مشكله ما صوتكم يوصل. بالظبط، هي دي فرصه يعني عشان اي نواقص تكتمل بعد كده. اكيد طبعا اللعبه محتاجه ادوات، وادوات اللعبه الكره تقريبا عشان توصل مصر بتكلف الكره الواحده حوالي 6000 جنيه. يعني هي ثمنها مثلا حوالي 120 او 110 بالدولار. طبعا على ما توصل مع الشحن طبعا انت بتحتاج اصلا، احنا في شهر واحد في المعسكر بنحتاج مش اقل مثلا من 10 الى 12 كره، يعني اقل حاجه في الشهر الواحد. وطبعا الكره بتصنع خارج مصر، يعني ما بتصنعش هنا في مصر، فبالتالي دي الكره الماسكات ثمن الماسك حوالي 80 دولار ده بره، يعني برضه شوف على ما يوصل بكام. امكانيات الملعب الاهداف نفسها بتبقى عايزه مكان للممارسه. طب الوزاره لما بتلاقي ان عندها ابطال في الرياضه دي ومحققين انجازات وميداليات ذهبيه في بطولات افريقيه، هو ده وبصدد المشاركه في دوره بارالمبيه، مش لازم يبقى في استثناء في الحالات اللي احنا بقى دلوقتي عايزين نوصل النقطه دي للمسؤولين. انا مش هحدد، لكن صح، احنا عايزين نوصل النقطة دي للمسؤولين. الشباب دول بيعانوا كتير جدا لما يجي يشتركوا في أي أندية. صحيح يعني أندية هم مثلا يعني كم بطولة بيطلعوها في السنة كلها؟ حوالي 3 بطولات أو 4 بطولات في السنة كلها. بيتكلف كان كل بطولة مثلا حوالي 2 أو 3 أيام، ده زي دي عن 4 أيام بالكتير. مهما كانت التكلفة بسيطة يعني بالنسبة لإمكانيات بعض الأندية بسيطة جدا جدا. يعني اللعيبة عدد الفريق 6 لاعبين، مش بتصرف مثلا على 16 لعيب، مش بتصرف على 20 لعيب، 6 لاعبين. فبالتالي يعني الامكانيات انا مش شايف ان هي امكانيات كبيره قوي، لكن هي بالفعل محتاجين امكانيات. ممكن حضرتك، انا اسف تطرقنا لنقطه ثانيه من السؤال، ان المعسكرات الداخليه طبعا العدد الانديه لانه قليل، المستوى الفني بتاع الانديه طبعا مع عدم وجود التدريب ما تعرفش تكتشف فيه مواهب، يعني لازم تبحث بشكل. انا شخصيا يعني بتعب جدا ان انا ابحث عن المواهب، لكن انت محتاج دوري كبير في مصر، محتاج بطولات داخل مصر كتير، عشان انت هتكتشف المواهب منين؟ من التجمعات، وتكرار التجمعات ده هو اللي بيكشف المواهب برضه الموجوده. بالظبط، والمدارس يعني يمكن مثلا بطولات المدارس من سنوات ما اقامتش بطوله المدارس سنه كام؟ 2017. الله، ليه كل السنين دي بطولات مدارس الكره اللي هي اصلا هو ده مصنع اللي احنا. معلش سؤال، ايه اللي موقفها؟ هو انا يعني ايه المشكله؟ يعني والله عدم اهتمام ولا ربما كان في يمكن ظروف قبل كده، كورونا بعد كده. ما هو انا الاجابه انا مش قادر اقولها ليه، انا ما اعرفش الاجابه يعني. فلكن احنا نعمل يكون في بطولات، ولازم الكلام يتقال يا عم الكباتن عشان يوصل هو احنا نعمل يكون في بطولات مدارس. من فتره بسيطه كان في بطوله جامعات كانت موجوده. هي الامكانيات مين صاحب القرار؟ خلينا بس نكاس امكانيات في بطوله. لا، بطوله المدارس دي بتكون قرار وزاري، ملهاش دعوه بال. طب ما هو ده بقى، يبقى ده قرار وزاري. يبقى التنسيق ما بين وزاره الشباب مثلا وزاره التعليم، وزاره التربيه والتعليم. طب ما فيش منسق تعرفوه مثلا يعمل النقطه دي او حاجه؟ هو طبعا هي اداره التربيه الخاصه مع التوجيه التربيه الرياضيه داخل الوزاره، هم طبعا مسؤولين عن تنظيم انا كنت اعرف المتحدث السابق يعني لوزاره التعليم، والله يعني كنا نكلمه برضو نشوف القصه دي، اصل هي القصه يعني هو قرار يطلع. بالظبط، يعني هي فتخيل حضرتك مثلا من 2017، طب المجموعه دي هي افضل ده العمر الذهبي للتعلم، العمر الذهبي لاكتشاف الموهبه. صحيح، اللي هو 16 17 18 سنه، زي قاعده ناشئين، كانها قاعده ناشئين. هنكتشف يعني، هنكتشف لاعب مثلا بعد 23 سنه مش ممكن، زي دول كده. بالظبط كده يعني، انا اكتشفه امتى يعني. فطبعا هي امكانيات المسابقات، امكانيات الادوات، الانديه برضو يعني احنا بنقول 14 نادي، يعني لو في 12 13 14 15 نادي عندنا مسابقات كويسه داخل مصر هنقدر نفرز. بص يا كابتن محمد، الطلبات اللي حضرتك او النقاط اللي حضرتك بتتكلم فيها نقاط مشروعه مليون في الميه. ليه مليون في الميه؟ لان تاني المنتخب ده او الرياضيين دول او ابطالنا دول هم رايحين البارالمبيات بتاعه باريس، يعني هم بيمثلوا دلوقتي مصر قدام العالم كله. فقصه ان هم يتكلموا في امور بسيطه انا بشوفها على فكره، يعني مع احترامي للارقام واللي حضرتك قلتها، لما تتكلم في 120 دولار ولا تتكلم في 80 دولار ولا 6000 جنيه كوره، يعني ده مش رقم اصلا، يعني ده مش بادجت اصلا. تمام، حتى لو انت عايز 20 كوره مش 10، فيعني 60000 جنيه ولا يعني. فاعتقد الوزاره تقدر توفر ده، خصوصا انت بتتكلم عن منتخب رايح يعني
يعني اكبر محفل رياضي في العالم. طبعا. ف يعني انا مش عارفه والله نقدر ازاي نساعد حضرتك، بس خلينا نشوف. احنا نأمل، خلينا نشوف لان ده دورنا كاعلام برضو بصراحه. نعمل الانديه، نعمل ان الانديه تدعم الفرق من ذوي الاحتياجات الخاصه بانشاء الفرق للرياضات العامه المختلفه للمكفين كمان بشكل خاص حقهم. طبعا. لان طبعا زي ما قلت لحضرتك عدد الانديه قليل، كل شويه ممكن نادي اشتغل سنه سنتين وبعد كده خلاص مش قادر يصرف. يمكن بقى المره دي بعد المشاركه في الدوره دي او النسخه دي من البارالمبيات، وعبد العزيز ان شاء الله يرجع لنا بكم ميداليه كده حلوين على مزاجه ان شاء الله. في كتير من الاوضاع تتغير، او خلينا نقول هكذا نتمنى. احنا طبعا لازم الوضع ده يتغير. احنا بصراحه سعداء جدا يعني بالانجاز اللي الشباب عملوه، هم تعبوا الفتره دي. اول مره نحصل على اول افريقيا او مشاركه بارالمبيه بعد 32 سنه ما شاء الله. يعني دكتور احمد عدوين رئيس الاتحاد هو اخر لاعب شارك في الدوره هو بقى رئيس بارالمبيا. الاتحاد دلوقتي عقبال عبد العزيز بقى ان شاء الله سنه 92. ف يعني طبعا هو تاريخ ان شاء الله يستمر. يا سنه 92 دي ب 32 سنه برشلونه 92 ما خدناش افريقيا من سنه تقريبا 96 او 97 تقريبا، يعني ما خدناش بطوله افريقيا. فالحمد لله هو احنا اشتغلنا كويس واشتغلنا صح واجتهدنا والكل دعمنا والحمد لله ان احنا وصلنا بالنتيجه ان شاء الله خير باذن الله، ويبقى مشاركه مشرفه وعوده يعني بكثير من الميداليات ان شاء الله باذن الله. بنتمنى لك كل التوفيق. عبد العزيز نورتنا، بنشكرك على وجودك معانا النهارده. نورتونا. وعبد العزيز لو حابب تقول حاجه يعني اخيره، الناس كلها دلوقتي سامعاك وهتبقى دايما او اللينك ده هيبقى موجود كده كده، ف يعني خلينا نسمع منك في نهايه الحلقه. انا والله حضرتك من دقيقتين كنت بتقولي ان حضرتك تعرفي المتحدث الرسمي او المتحدث، فيعني انت محتاج محتاج حد يعني يوصل الصوت بشكل مباشر. نفس كل زمايلنا، ويعني احنا كلاعيبه كره جرز وكناس مشجعين النادي الاهلي نتمنى ان احنا نبقى اعضاء في النادي الاهلي نمثل كرة الجرز في الأولمبياد باسم النادي الأهلي ومن قبليه اسم منتخب مصر. يا ريت ده يحصل فعلا، يسعدنا وان شاء الله يعني ربنا يوفق كده. هو اصلا حتى هو في بصراحه احتكاك خاص يعني طبعا عنده وقت يعني، بس يمكن تنقصه من الاعاقه البصريه تقريبا يعني. خلينا نشوف مع فريق الاعداد عندنا برضو ازاي ممكن التنسيق دلوقتي بعد الحلقه، ازاي نقدر نقدم اي مساعده يعني. يعني كده كده ده دورنا، ففي الاول وفي الاخر يعني وارقامنا موجوده يعني شرفنا. كان بسيط. لا بجد سهل جدا. نورتونا وكل التوفيق عبد العزيز، وباذن الله ترجع يعني يبقى لينا لقاء تاني معاك وانت فعلا بطل اولمبي بقى. مش هنقول بطل اولمبي ان شاء الله، لا هنقول بطل اولمبي بجد. فباذن الله ان شاء الله. شكرا لك جزيلا. خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. زي ما كنا بنقول لحضراتكم يعني ساعات قليله جدا بتفصلنا عن مباراه نصف نهائي كاس العالم للانديه وكتابه التاريخ من يعني من جديد ورانكينجز جديده خالص مع سكواد ومع جيل رائع جدا للنادي الاهلي باذن الله يكونوا قدها، وواثقين باذن الله ان هم هيكونوا قدها. مباراه مهمه لكل كمان خلينا نقول جماهير النادي الاهلي ان شاء الله تكلل بالنصر وبالفوز. عندنا كلام كتير جدا، وخلينا نرحب بس في البدايه بضيفنا العزيز اللي كان قبل الهوا على طول قاعد حزين قوي، وانا خفت يكون ده بسبب توقعاته للمباراه فسالته. استاذ محمود صبري طبعا الناقد الرياضي صباح الهنا، طلع الموضوع شخصي ملوش علاقه بالاهلي لان انا خفت الصراحه. والاهم انه فك كمان. لا والله بجد القعده كانت مرعبه يعني، كان في حزن رهيب. صباح الهنا يا مسيو. صباح الفل ان شاء الله. حضرتك ولعله خير الموضوع الشخصي، لعله خير ان شاء الله. لا 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 تعالى بقى ناخد اللي نشوفكم لازم يبتسم يعني. هو علشان صحيان بدري بس. خلينا في البدايه نتعامل مع ماتش الاهلي واتحاد جده كنقطه انطلاق لتوقعات حضرتك بقى الماتش النهارده. الى اي درجه اللي حضرتك شفته في ماتش الاهلي واتحاد جده يطمنك او ما يطمنكش على لقاء النهارده؟ اللي احنا كنا خايفين منه قبل ماتش اتحاد جده. ايوه. احنا كنا بنراهن على ايه دايما؟ قلنا الكلام ده بنكرره، دايما الاهلي يظهر في المواعيد الكبرى. صحيح. يعني ايه تبقى انت فاقد الامل ورايح مباراه وكله خايف ومرعوب، دي ميزه الفرق الكبيره، يعني الكيانات الكبيره ممكن تتعرض لها تحصل لك مش عارف ايه، لكن عندك ثوابتك يعني بقول لك عظمك واقف يعني ثابت. فبيجي برضه مهما يخبط فيك لا برضه انا جامد لسه ما بتكسرش يعني. فاللي حصل انك انت استرديت روحك
ميزه الاهلي وبطولاته وتاريخه اتصنعت بالروح، يعني مع كامل احترامي اذا لم يمتلك الفريق روح واللعب بشراسه وقوه وتركيز شديد في المباراه، عشان كده ايه اخطاء كانت قليله. هفواتك كانت يعني معدوده. صحيح. كان حاله صرحت سنه، لكن ايه كان تركيز وسط فريق كبير جدا له كل الاحترام، مدقق بالنجوم على ارضه وسط جماهيره. طبعا. وفي حضور جماهيرك العظيم. طبعا. اللي وراك في كل حته وفي كل مكان، قدرت تقدم واحده من افضل مباريات سببت صدمه للكتير. المساكين لغايه دلوقتي مش مصدقين. طبعا. ده في قال لك اوعى تزعل النادي الاهلي تاني. لا 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 ده مش كده، بقول لك ده في يعني في كلام يقول لك ايه يا ما نجيب له الهلال، ما خد الهلال اربعه يعني انتوا في ايه مش عاوزين يبطلوا يعني. عاوز اقول لك ايه يعني برضو الحسابات في الكلام، انا برضو ايه عاوز اكسر لك فرحتك، مش لاقي حل اعمل لك ايه. برضو ما تنساش ان الناس صرفه جامد وكانت متعشمه بغير اللي شافوه. انا معاك، بس عاوز اقول لك ايه، هناك لابد ان يكون لك تحليل منطقي واحترام للاخرين. يعني انا اذا ما احترمتش المنافس بتاعي يعني عملت له تقويم بالصوره المطلوبه، يبقى انا راجل مش منطقي. النادي الاهلي كان من ثوابت الانتصار انه احترم فريق اتحاد جده. احترام مش خوف، احترام بقدرات، لانك انت عندك تجربه ولعبت قبل كده مع ابطال عالم. انت لعبت مع ريال مدريد ولعبت مع بايرن ميونخ وغيرهم وغيرهم. طب. فاكيد عندك ثوابتك اللي موجوده. النهارده اللي فرق ايه بقى؟ اتفاجئ بيه اتحاد جده في المباراه. اتفاجئ بفريق واقف. بفريق بطل. بطل افريقيا، عنده كرته ثابت. عنده شغله اللي بيعمله في الملعب ما بيعملش. وكانت مفاجاه كولر بكوكا. ايوه ها؟ طبعا. محدش ايه؟ اللي ما خدش باله من كوكا عمل ايه؟ نقدر نقول له تعالى نقول لك كوكا عمل ايه في المباراه وكان نقطه تحول في ايه؟ انك انت هتواجه نص ملعب عندك كميه جري في نص الملعب ما بين رومارينيو وما بين كانتي وما بين. طبعا. فهجيب شاب صغير 21 22 سنه يقدر يلعب الدور انه يقفل مع الناس اللي. فانا عاوز اقول لك ايه؟ انك انت لعبت مباراه فيها روح، فيها اصرار، فيها شخصيه البطل. طبعا. كان ثابت وكان توفيق ربنا سابق ده كله. اه ونعم بالله طبعا مفيش شك. قبل كل حاجه وفق كولر في الاختيار، ووفق اللعيبه ان هم كانوا في حالتهم في المباراه، وده اللي احنا بنتمناه وبندعوه من امبارح ان النهارده يكون يا رب بالتوفيق حالفنا، ويكون النهارده لاعبين في قمه التركيز، ويكون في قمه مش خوف احترام. احنا لينا تجارب مع الكره البرازيليه ليست لصالحنا، لعبنا معاهم خمس مواجهات ودي المواجهه السادسه، كسبنا مواجهه واحده بضربات ترجيحه من بالمراس وخسرنا اربعه. اتمنى ان احنا نكسر نكسر يعني عاوز اقول ايه نكسر هذا الاخفاق بتقديم مباراه كبيره جدا والدفاع عن خلاص دي اخر بطوله والنسخه. طبعا. نفسنا بجد والله نفسنا ونفس جمالنا ان احنا نروح نلعب المباراه النهائيه. نتمنى والله بحقنا بصراحة إن شاء الله. وهي فعلا معادلة صعبة ان انت تبقى خارج من اداء ونتيجة وفوز جميل وكبير كده من مباراة فعلا كانت غير متوقعة ونتيجتها كانت كمان ربما البعض قال لك لا الاتحاد اللي فرصته اكبر. للثقة اللي انت خدتها من بعد المباراة ان انت تستعملها يا لمصلحتك. أيوة. وتفهم ان انت لسه ما عملتش حاجة بالمناسبة. انا كده كده لسه محققتش حاجة جديدة. هو ده الكلام اللي انت بس يعني يا اما انت بقى ايه بقى خلاص بقى يبقى انت دورك ايه. بص اذا ما اذا انت ما خدتش التجربه بنجاحك انك انت رحت وكتكس يعني عقبه مهمه جدا صاحب الارض طبعا وبطل الدوري طبع. رغم انه مش بطل اسيا يعني أي. ورحت النهارده عملت مباراه فريق مع كامل احترامي ليه فريق مش مرعب لكن فريق كوره فريق على ارض الملعب عنده كورته وعنده ثلاث لاعيبه مع كامل احترام ما بين كينو وكانو وكاندي دول هم ده الشغل. فريق لو اديته مساحات هياكلك. لو سبته وبعدين طبعا انت عارف الكواليتي البرازيلي في المهارات والفنيات برضه ولا يخلو من التاتش الارجنتيني لا طبعا لا. يعني عاوز اقول لك ايه يعني طبعًا. ايه انت محتاج هتواجه فريق عنده شراسه هجوميه عنده نص ملعب قوي جدا عنده مشاكل ورا في خط دفاع مع ماشي بس انت ازاي هتستطيع ان يعني تكبح جماح هذا الفريق؟ طب فلابد اجابه حضرتك انت شخصيا على السؤال ده ايه واحنا بنتكلم على فريق برازيلي يعني الموضوع كامل على لازم تحدد يعني اكيد الكولر هيقسم المباراه واكيد يبقى عارف هو عايز ايه من المباراه يعني لا ننخدع باللي حصل لنا في مباراه فلامينجو في المغرب ان احنا عملنا مباراه 1-0 1-1 2-1 ضيعنا
صح؟ صح. 3-1 3-2 فتحنا وطرد مننا مصطفى غربال يعني ربنا يسامحه، عمل يعني بيدفعنا الفاتوره في بعض الاحيان، بتحس كده بعض الحكام بيحب يدفعك فاتوره انه كلام اتقال عليه ان هو جاملك او ما جاملكش، وده مش حقيقه. فعاوز اقول لك ايه، ان مباراه فلامينجو تخلي كله وتخلي الناس تقف تفكر انا عاوز المباراه هروح بها فين؟ الفرقه دي هوقفها ازاي؟ ها؟ يعني هسيطر على انه انا ما ادوش فرصه ان انا اقلل اخطائي. طبعا هو هيلعب عليك ضغط، هيلعب عليك ضغط ده من اول لحظه. طبعا لا هو هيستخدم مهارته، هيستخدم مهارته ورقص واحد واثنين وثلاثه ويلعب على شغل في منطقه الجزاء. هم كمان يحبوا الكعوب طبعا مش عارف ايه، وهيلعب في الجناحين صراع وهيلعب عليك كمان هيدرز عندهم. فانا عاوز اقول فانت ايه عايز تعدي بس كده. هو عامل حسابك؟ عامل حسابك طبعا. سيبك ان هم في الاول بعد ما بيقولوا كلام والاهلي واحنا عارفينه وبتاع وكينو عارفهم ولعب ضدهم وغلبهم مع بيراميدز والكلام بيقول لك الكلام ده، بيرجع يقول لك ما قلناش ما حصلش، احنا بنتكلم احنا بنحترم الاهلي برضه دي كوره وليها حساباتها. يعني ايه هو برضه ايه مدرب ذكي يطلع يقول لك حاجه وبعد كده يرجع يقول لك عكسها، فبرضه بيلعبك نفسيا. النهارده انت وسط مين؟ وسط جمهورك اللي هيملا الاستاد وغير اللي هيسندوك من جماهير السعوديه. ده اوريدي مع الاتحاد كان في جماهير سعوديين بيشجعون. في اعتقد فريق برازيل اهلي يجوا، لكن انت صوتك يبقى صوت عالي. فانت عندك فرصه كبيره جدا انك انت تثبت ان ما حدث بالامس لم يكن صدفه. الاهلي ما عندوش صدفه. على فكره لما بيعمل حاجه بيعملها هو واثق منها وبيقدم مباريات. بقدم مباريات بتعبر عن شخصيته يا جماعه. لما لو جينا مسكنا ورقه وقلم عشان ما حدش بس الكلام بعض يعني بيتضايق منه، لا الاهلي فريق اللقاءات الكبرى وده اللي اعتقد برضو فلمانانسي هيبقى مركز فيه. يعني طبعا هم تابعوا المباراه وعندهم اكيد تخوف بشكل كبير جدا برضو واستعدادات وحسابات لمواجهه النادي الاهلي. فهم اكيد برضو بيدرسوا نقاط قوه ضعف، واحنا بالتالي عارفين نقاط وبندرس نقاط قوه ضعف برضو الفريق. عارفين ان هم عندهم خط هجومي رائع جدا، الدفاع يمكن عندهم ليس الافضل، اكيد كولر هيشتغل على النقاط دي. فكره برضو وده مش مقياس قوي بس هم يعني السن عندهم مرتفع شويه، مش مقياس بس ما انا قلت هو مش مقياس قوي بس ده موجود. يعني في كذا بوينت نقدر نقول سوري في كذا بوينت ممكن ان انت تبدا تركز شويه ان انا عايز استغل النقاط دي. بس في الاول وفي الاخر هنرجع نقول تاني هم ما عندهمش حاجه فعلا يخسروها، لان هو وان كان ارقامه بعيده عنك جدا بس هو داخل تحدي كبير جدا، لان دي اول مره ودايما اول مره في المشاركات بتبقى مره للتاريخ. فهو بيعمل افضل شيء عنده وبيبقى نازل مستقتل. ففكره ان احنا نقول دي اول مره يشارك في البطوله دي مش نقطه ضعف ابدا. لا 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 ما انا بقول لك انت في المباراه دي هيبقى فيه تفاصيل صغيره جدا، ابرز حاجه فيها التركيز. ايوه وقله الاخطاء، لانه الخطا معاهم بجوء يعني خلاص. انت يعني عاوز اقول لك انت مش هيتعوض مش هتقدر. هو لو هو انت لو سرحت في المباراه في 3 4 هيخلص الماتش مش هيديك فرصه. طبعا ماشي وارجع انت في تجاربك. يعني انت ايه لما تيجي تتكلم بتقول انا لعبت قبل كده مع كريم ولا ده غلبني 4 مرات، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ طب كريم جايب اخوه هنعمل ايه دلوقتي؟ طب هو نفس الطبع. طب لا لازم انا اصلح. فانا عاوز اقول لك ايه، فانت شفت تجاربك معاهم قبل كده وكده عندك عناصرك وعندك النماذج. الكلام حلو على ارض الملعب ايه؟ ازاي تستفيد من انك انت خلاص كسبت الاجواء ووسط جماهيرك وعامل بروح معنويه عاليه جدا. احنا مش اقل من الهلال وصل الفاينل، مش اقل من الرجاء عمل برضو قبل كده فاينل مع بايرن ميونخ، ومش اقل من مازيمبي عمل فاينل مع اعتقد قبل كده في بطوله ابو ظبي. ومش والعين يعني عاوز اقول لك ايه، وعندنا الامكانيات وعندنا اللعيبه اللي عندنا ثقه فيه. ده احنا اعلى من معظم الناس، ده اعلى من كل دول. يعني دول راحوا مره وفي ناس كانت عايشه على مره عملتها مثلا في قبل كده وعايشه عليها بتحكي. بس هو في الاول ايه التاريخ هيكتب لك انك انت في اخر نسخ لكاس العالم بشكله القديم اللي خلاص هينتهي وهيبدا حاجه جديده في 2025 انه كان طرف المباراه النهائيه الاهلي. وانا شايف بامانه شديده انه النادي الاهلي يستحق ان يكون فعلا في المباراه النهائيه، لكن هذا الاستحقاق محتاج ايه؟
محتاج عمل كبير النهارده في 90 دقيقه. بعد الماتش اللي فات وبعد ما خلاص لقينا ان احنا هنلاعب هذا الفريق البرازيلي، البعض من الجماهير كان يعني بيهون على نفسه او بيطمن نفسه ويقول لك ايه، يقول لك طب الفريق ده اللي هو فلومينينسي يعني مستواه متراجع في ترتيب الدوري تقريبا السادس او السابع لو انا مش غلطان، فدي حاجه مطمئنه. وفي المقابل ناس ثانيه تقول لك ما مجرد ان هو برازيلي وبيلعب في الدوري البرازيلي فاحنا بنتكلم على فريق تقيل. لا طبعا لا، حضرتك اميل لاني وجهه نظر. انت اتحاد جدا ما متراجع في الدوري ترتيبه السابع باين او السادس، حد كان وعنده عناصر وعنده لعيبه لها كل الاحترام. الكوره ما فيهاش كده، الكوره في يوم المباراه شكلك ايه؟ حالتك ايه؟ حاله لعيبتك ايه؟ على فكره انا لا اخشى فريق البرازيل، انا اخشى على فريق هو، انا بخاف من الفريق بتاعي نفسه، حالته عامله ايه واختيارات المدير الفني. الاختيارات واضحه، هي نفس العناصر، لكن حاله اللعيبه وتنفيذها في الملعب واستفادتها من الفرص، لان احنا عندنا مشكله مع اهدار الفرص. ما احنا برضو في اتحاد جده في الشوط الاول ضيعنا كميه فرص. ارجع لشريط المباراه، الناس كتير قاعده بتتفرج على الماتش قالت لك يا خوفي من الشريط الثاني. لا ليه؟ وعلى فكره الشناوي تصدى برضو لجوان كتيره جدا محققه. بص، انت ضيعت في الشوط الاول على الاقل ينتهي 3-0 غير ضربه الجزاء. غير ضربه الجزاء الشوط الاول بس. انت في الشوط الاول التوفيق كان حليفك في كورتين، في كوره تصدي الشناوي وتوفيق ربنا ليه وكوره لا يمكن تتوقعها ما بين روماريني والشناوي في السكس يارد. ما تعرفش الكوره دي اتشالت ازاي. انت لو انت اتفرجت عليها الناس كلها تلاقي في كاميرا جايبه زاويه مرعبه فعلا، ازاي شالها؟ لا سبحان الله، جات لك ضربه جزاء اديتك الاطمئنان والثقه، ودي خليتك ايه؟ هديت كده في الملعب. طبعا. فروحت كتير جدا على فريق اتحاد جده وضاعت فرصه وهم راحوا عليك، انت كنت الافضل، عرفت توصل للمرمى بصوره. النهارده المباراه صعبه والمباراه تقيله، وكله بيقول لك اصل ده بيشبه نفس طريقه لعب صن داونز ونفس مش عارف ايه والكلام ده. يا جماعه خلاص، هي يشبه اللي يشبهه بقى، يشبه يعني اللي يشبهه، يا تثبت نفسك انك انت لا احق بانك انت تروح المباراه النهائيه، يا خلاص انت شكرا اديت، رغم انه في ناس عندها قناعه يقول لك خلاص احنا لا. انا شايف انه الاهلي يستحق حاجه اكتر من كده. طبعا يستحق لانه النادي والجمهور العظيم اللي وراه اللي بيروح في كل مكان، وامكانيات اللعيبه والاداره والعملاء الاداره والامكانيات اللي موفره وتوفير كل الاجواء دي كلها تستحق انك انت تلعب 90 دقيقه للتاريخ. صحيح. يعني خلاص طبعا. يعني 90 دقيقه دي محتاجه شغل كبير جدا اصعب من شغل مباراه اتحاد جده. نروح فاصل وهنرجع نكمل تاني لان حديثنا اكيد لسه فيه يعني نقاط كتير عايزين نغطيها. فاصل سريع جدا ونرجع نكمل. كل حضراتكم عوده لاستكمال دردشتنا وحديثنا مع ضيفنا اللي منورنا في هذه الفقره الاستاذ محمود صبري الناقد الرياضي، وبنفصص بقى كل التوقعات المتعلقه بماتش النهارده. وقفنا فين في الكلام بقى؟ والله ما حد فاهم. وقفنا هنعمل ايه؟ بس حضرتك يعني بشكل واضح كده ان انت يعني الى حد ما مطمئن، صح كده، على حاله لعبتنا احنا، على حاله النادي الاهلي، بغض النظر عن وضع الفريق المنافس. انت المقياس عندك زي ما حضرتك تفضلت من شويه حالتنا احنا عامله ازاي بغض النظر بس عن ايوه ما انا بقول لحضرتك انت رايح فين؟ عايز ايه؟ ايه هدفك؟ فتبقى حالتك بالنسبه انت مالكش دعوه اشغل نفسك بعيوبك، يعني زي ما بيقولوا خليك انت في عيوبك، صلح نفسك، شوف انت ايه. لما يجدك المنافس واقف في الملعب على ارض صلبه هنا الامر يختلف، وكلما انت يعني قللت الاخطاء واستفدت وعرفت تنفذ من الاخطاء بتاعته وتستغلها وتخلص، كل ما يبقى عندك انت ايه؟ مدرب فاهم، لعيبه ادت بروح. طب ايه اللي جمهور الاهلي عايزه؟ عاوز يشعر انه في ايه؟ في روح في الملعب. الاهلي على جمهور اللعب الجماعي والروح اللي في الملعب والاداء يعني اللي احنا نعرفه عنه اصلا. كرة ما بتسيبش، ما بتفرطش، يعني ايه فلك عارف قد اللي عليك. التوفيق والنتيجه بتاعت ربنا ولا بتاعت اي حد، بس انت ايه؟ العب بما يليق بالمكان اللي انت فيه. الناس بتزعل ليه؟ انا حاسه لما يبقى في تقصير. لما اديت المباراه بتاعت اتحاد جده بالروح، شوف وضع ورد الفعل والفرحه كانت عامله ازاي. بس في حاجه مسيو برضو استاذ حمدي، يعني انا ركزت كويس جدا، والاخطاء اللي هي كانت متكرره في بعض المباريات السهله ما ظهرتش قوي، رغم ان كان في اضاعه للفرص برضو، بس ما ظهرتش قوي مع يعني اتحاد جده. نتمنى كمان ما تظهرش في الماتشات اللي جايه لانه اهم، بس النسب كانت اقل.
تفسر ده بايه لاني مش فاهماه. يعني انا عندي مشكله ومتكرره في اهدار الفرص، بتظهر في الماتشات السهله ما بتظهرش قوي في الصعب، يعني ايه ده بقى؟ طيب انت لما طلعت هنا من القاهره شفت الفرقه وهي راكبه الطياره؟ بمعنى ايه؟ مش فاهم. حاله صمت. اوكي تركيز قصدك، يعني مديها الاولى. انت ما بتحبش الصمت. انا ما بحبش الصمت والله. بيقلقني. لا لا، حاله تركيز كانت واضحه. راح دخل الفندق بتاعه قفل عليه خلاص، محدش يقرب من هنا. في نزول للملعب، عايش اجواء المباراه، في جديه، في شغل. يعني لا لا، في شغل بقى، اختلف الوضع بقى هنا، احساس بايه؟ بالخطر خلاص. انت كده ده حطيت نفسك، الجمهور قاعد قلقان ومنتظر خلاص. انت جاي ضيعت مثلا في ايان جافريكس، لعبت مباراه شوط اكثر من رائع، كان ممكنك تيجي من هناك مرتاح وتخلص وتعادلت بهدف واخطاء دفاعيه، وبعد كده ردت بهجمه وانفراد وراح. الناس ايه؟ زعلت. ما من حقها تزعل، ما انا مش ممكن. عشان كده ايه؟ النقد يا جماعه، النقد نوعين، النقد البناء ونقد هدم، ان انا لما اهدمك واشكك في كل حاجه فيك. ما بقاش لكن منه كتير النقد البناء. لا ما فيش طبعا النقد البناء، ان انا اقول لك لا انت عندك في مشكله، عندك صلح، مش هينفع كده، مش هستحملك خمس ست ماتشات خلاص هتبقى البطوله انتهت. فترجع تلعب مباراه مع شباب بلوزداد، تعمل نفس الاخطاء في الشوط الاولاني وتضيع المباراه الحقيقة. وتيجي الشوط الثاني تنزل فالناس راحت. ايه هو في ماتش زي بتاع النهارده الى اي درجه نقدر نقول ان هي مباراه، يعني في مباراه موازيه بين الاثنين مدراء فنيين، الاثنين مدربين؟ يعني الى اي درجه بيبقى توجيهات المدربين هي اللي بيبقى لها اليد العليا بالمقارنه بالمستجدات اللي ممكن اللاعب يتفاجئ بيها في الملعب، فبالتالي قد تضطر الظروف احيانا ان هو ما يلتزمش قوي بمتفق عليه. النهارده خلي بالك الفروق الفنيه تعمل شغل، الفروق الفرديه بتاعت اللعيب الكواليتي هي دي اللي هتواجه النادي الاهلي. بس دي بتحتاج من ايه؟ تحتاج انه الفريق كله بايد واحده. يعني انا ما سيبكش فريسة للمنافس طبعا. فخلاص انا لازم اساعد زميلي وابقى واقف. يعني ما ايه هما في ما انتوا مان، يعني هيبقوا في الجانب الصراع ويعملوا لك حاجات طبعا. انت ايه بس ايه لما يجدك انك انت خلاص رقص واحد، لكن ليه التاني ليه التالت؟ خلاص ده وده طبيعي في الكوره المفروض. يعني ايه بيبقى الفريق مش مساله ان انا خلاص سبت الكوره خلاص اقف، لا ما فيش الكلام، مش حاجه اسمها الهجوم منتظر الدفاع هو اللي يعمل الشغل. يعني لازم تبقى كتله واحده تتحرك لصالح الفريق. فالنهارده اعتقد كولر لن يغامر، ستكون حساباته مختلفه، ستكون حساباته مختلفه، وخاصه مش ان هو هيبني جدار دفاعي ولا هيلعب بحذر دفاعي مع كيفيه استغلال المساحات اللي هيتركها الشغل اللي هيعمله فيرميز، لانه فيرميز هيحاول انه يخلص المباراه بدري، يعني حاول يضغطك من البدايه، عاوز يعمل يقلب الترابيزه عليك ويخلص وما فيش فرصه بقى ما تخليكش تفكر، فعاوز ياخدك واحده. هنا انت مطالب انك انت ايه؟ انك انت تبقى ثابت في البدايات، انك انت ازاي لا واقف، فرقه واقفه وعارفه المشكله هتواجهك من وجهه نظر ازاي تطلع بالكره من تحت. ليه؟ لان هو عنده الجانب الهجومي ونص ملعب ثلاثه، فازاي القدره؟ عشان كده بقول لك ايه؟ لابد من التقليل نسبه ايه؟ الاخطاء في التمرير. اخطاء التمرير دي كارثه عليها اصلا، كارثه. ما انا بقول لك دي كارثه، دي تعمل لك مشكله خلاص طبعًا. يعني بص طبعًا. انت زي ما عملت من الثانيه يعني بص زي عاوز اقول لك ايه؟ طبعا ما تنتظرش صفاره الحكم اذا ما كنتش مركز وتعرف، ولازم لعب رجولي يونان وهم خلي بالك بيلعبوا بعنف، يعني مش هيسلم عليك معلش والنبي انا هاخدك واحده، لا ده هيلعب في واحد بينهم بس انا مش حاضرني اسمه، وغالبا ده اللي هيلعب على كهرباء يعني النهارده في ماتش النهارده. مش طبيعي يعني في الضرب، مش طبيعي. ايوه طبعا ما انا بقول لك يعني واحنا في الماتش اللي فات معدي راموس مستريح يا نهوان، وانا بقول لك في ماتش فلامينجو ما احنا دخلنا في احتكاك هم ايه خلي بالك هم لما انت تضايق عليهم هم بتوتروا يعني لما يلقوك فتره في المباراه بتاعت فلامينجو احنا قفلنا ولعبنا وضغطنا كنا قريبين ان احنا نتعادل 2-2 بس خطا كده خطا بس عاوز اقول لك خطا واللي اتحسب عليه اتعملت عليها طرد
وضربه جزاء. هو الحكم البولندي النهارده اللي بيحكم على فكره اعتقد جيد يعني، لان هو دقيق جدا وكروته كتيره، فاي تعدي علينا اعتقد مش هيعديها يعني. لا لا انا بقول لحضرتك التحكيم لم يتوقع احد اللي عمل الحكم الفنزويلي في المباراه، الناس كلها كان عندها قلق، لكن الحكم بان بشخصيه ولاروا عن الحكم الفار يعني برضو الفار صاحي يعني برضو دي بطوله عالم لابد ان تحترم. فاعتقد لما يجيب لك حكم زي ده بالقيمه دي وده حكم نهائي كاس عالم واعتقد حكم الحكم ده ادار مباراه بين الاهلي والزمالك. هي اللقطات اللي من النوع ده بتبقى فيها دلاله ما على ان الحكم غير مجيد، فكره ان الفار في لقطتين بضربتين جزاء يستدعي الحكم يعني كانها لا يعني بص ممكن يكون اللعبتين خلي بالك ممكن الحكم ما يشوفهمش بالعين المجرده يعني ما لاحظهمش، خاصه ان انت لما شفت لعبه كهربا هو كان انت لو شفتها كهربا مغطي لولا ما هي وضحت الزاويه جاب لك الزاويه المقابله العكسيه جاب لك ان هي ايده عملت كده الكوره، انت لو انت شفتها في الطبيعي مش هتقدر تلحظها. فكون ان هو التاني اللي قاعد بره تدخل ده كونه ان هو صاحي في غيرك يعمل نفسه انه هو برضه كهرباء الحقيقه عمل طبعا عمل عفره جامده في اللقطه دي. ما هي دي مطلوبه. فانا عاوز اقول لك ايه انه المباراه النهارده هتبقى عندك مشكلتك ازاي تطلع من تحت وباقل الاخطاء، يعني ازاي هتواجه فريق يعني مش مرعب لا فريق حريص وعنده طموح وجاي يثبت انه هو عاوز يلعب المباراه النهائيه وهو عاوز شايف انه يعني لازم طرفين المباراه النهائيه كذا. طب ليه؟ ليه؟ ليه ما انا ما اديهوش الفرصه؟ ليه ما انا اشتغل على ان انا ابقى في قمه التركيز زي ما حصل في المباراه الاولانيه؟ طب انا عندي سؤال يا استاذ محمود. هل المباراه النهارده فنيا انا بتكلم اصعب من الاتحاد ولا الاتحاد اللي كانت اصعب؟ فنيا اصعب من ماتش الاتحاد. اصعب رغم الفوارق. الاتحاد كانت معنويا وجماهيريا ليه ده ديربي عربي فبحسابات ايه مختلفه، فنيا ده شافك واتفرج عليك وجاي شايف الله ده ايه ده عندهم طموح. لا ده احنا لازم ايه عندنا طموح لازم ايه اسيطر عليه من اولها ما ادهوش فرصه، وخاصه عندك عنصر ولا اتنين لعبوا ضدك منهم لعيبه كانوا في بالميراس وانضموا لفريق في المصري منهم لعيب عندك كينو كان لعب مع بيراميدز انت فاكره الحسابات فبرضه هيبقى عنده ايه برضه لا فهنا الحسابات فنيا هنا المباراه هيبقى فيها شغل والتانيين حارسين عاوزين يكسروا اراده وعزيمه لعيبه الاهلي من البدايه وان هم يسيطروا على المباراه ونخلص المباراه بدري وبعد كده تعالوا نحكي ونتكلم مع بعض اللي هيشوفوه المفروض يعني ان شاء الله يا رب التوفيق يكون حليف النهارده اللعيبه يكونوا في حالتهم وتوفيق ربنا ان شاء الله منزلهم اللي هيشوفوه النهارده من الروح القتاليه والاصرار والالتزام وتنفيذ التعليمات والشغل واللعب على الكوره وتقليل الاخطاء دي كل الحاجات دي انت مطالب بيها النهارده يا رب انك انت ايه انك انت تثبت لنفسك انك انت فعلا بطل افريقيا انا بطل افريقيا وانا الفريق رقم واحد انا متوتره من دلوقتي والله الواحد متوتره وحدك والله يعني عايزه اقول لك في اتحاد جده ما كنتش متوتره زي ما دلوقتي يعني متوتره لان انت خلاص عارف كل ما حلمك يقرب كل ما التوتر بيزيد فانت نفسك يعني لا فهي بصي عارفه انت السهل الممتنع ان شاء الله بالظبط هي معادله صعبه تستفيد انت من انك انت يعني ايه تستفيد من الفرص اللي هتجيلك خلاص وانت يتسيطر على المباراه وتفرد على المنافس بالزبط. انت عايز ايه هتواجه هتواجه فريق هتواجه فيه ثلاث اربع لعيبه مميزين ما انت عندك ثلاث اربع لعيبه مميزين ثلاث اربع لعيبه بتوعك لازم يكونوا في حالتهم في قمه تركيزهم ما فيش حاجه اسمها انا اسيب كوره تتقطع مني واقعد اتفرج يعني ما انتظر يعني هتنتظر مين ما يعني خلاص يا جماعه انت باقي خطوه على انك انت تعمل حاجه طبعًا. تتكتب غير مسبوقه غير مسبوقه بالنسبه لك وبتقول ايه انا عملت احلى وداع للنسخه القديمه فان شاء الله يعني نتمنى النهارده انه يكون يعني لاعبتنا وان شاء الله والجمهور انا اقول لك الجمهور النهارده هيعمل ملحمه في الجوهره مش المتوقع ان شاء الله ده المتوقع يعني مسيو محمود نورتنا بجد ربنا يخليك وسعداء وباذن الله زي ما احنا عمالين ندعي كده ونتوقع يكون الفوز ان شاء الله النهارده من نصيب ان شاء الله باذن الله تعالى ونبارك ان شاء الله يا رب كده لجماهير النادي الاهلي ان شاء الله النهارده ان شاء الله باذن الله بنشكرك على وجودك معانا النهارده نورتنا سعيد كنت معاكم من اخر احنا اللي اتشرفنا وجود حضرتك معانا واكيد الشكر موصول لمشاهدي قناه الاهلي في كل مكان على حسن المتابعه بكره ان شاء الله يوم جديد نتمنى ان شاء الله ان نهاوند تستهله بصباح النصر امين ان شاء الله نشوفكم على خير.